ساتر يا رب. في ايه؟ رد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ردوا عليا، الله يخليكم. حد يرد عليا. في ايه؟ ندور على نادر يا حاج. في صفقة جديد لجامعة العاصمة، بأكد لحضرتك يا أستاذ معتز خبر القبض على السفاح. نحن في انتظار وصوله لمديرية الأمن باللحظة والتانية. مزيد من التفاصيل في اللحظات القادمة بإذن الله. حرم لنا عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا لتغطية خبر القبض على السفاح. وأرى عدد كبير من المواطنين الغاضبين بالمكان، وقوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمنعهم من اقتحام الحواجز. ومن أمام مبنى مديرية الأمن نحن في انتظار وصول الشرطة التي قبضت على المتهم الذي اشتهر إعلاميا باسم سفاح النساء. حضرتك اللي بتطلبه ده حاجة صعبة جدا. حاضر، أحاول أحاول يا كريم، بقى أحاول. حاضر، سلام بقى دلوقتي. بقولك يا معلم، عايزين بقى تحاول نتميز كده وسط الزحمه دي. ماشي، ما دخلنا دفعه عشان خاطر دخلنا. الله يكرمك، ما تعملناش مشكله ارجوك. يا ايمن بيه، ايمن بيه، اهو ايمن بيه. صورة السفاح وصلت يا أستاذة. طيب اديها بقى للكنترول، خليهم ينزلوها مع كلامي لما أقول لهم. أوكي، بسرعة كريم. حاضر، يلا. ستاند باي هوا. جاهزة مدام نهال؟ جاهزة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة بلحظة. يظهر أن ستات مصر أخيراً هيرجعوا ينزلوا الشوارع ويتحركوا بحرية، بعيداً عن الخوف والرعب اللي سيطر عليهم طول الفترة اللي فاتت. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض منذ أقل من ساعة على شخص يشتبه في أنه المسؤول عن جرائم القتل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكانت آخر ضحايا المطربة المعتزلة عزة كامل. فهل نجحت الداخلية فعلاً في الوصول للمجرم اللي اشتهر إعلامياً باسم سفاح النساء؟ ولا هنكتشف بعد شوية أن ده مجرد كبش فدا بتحاول أجهزة الأمن تغطي بيه على فشلها في تحقيق الأمن في الشارع المصري؟ الصورة جاهزة يا جماعة؟ طب نزلوها لو سمحتوا.
دي صورة حصرية للشاب اللي الداخلية بتتهمه إنه ورا جرائم القتل المروعة اللي أصبحت كابوس بيطارد كل عيلة مصرية. هنوليكم بمعلومات أكتر خلال الحلقة، خليكم معانا ولحظة بلحظة. ألو؟ أيوة يا بابا، أنت فين؟ يا بنتي ما أنا لازم أروح المديرية الأول علشان أعرف. يا سلام يا ليلى، هو أنا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجة؟ المهم أنت بس تاخدي بالك من نفسك لغاية ما أجيلك. طيب بقولك اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتك. أيوة يا أيمن، مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجة اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحاجز لغاية ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقة دي، احنا مش ماسكين ده الشال. انا جاي على طول. يلا سلام. ما تشاهل شوية يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوق حتى من اي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمه دي. حاضر يا فندم. كده بقى ممكن نبتدي. ده عملت كده ليه يا لا؟ وإيه بينك وبين النسوان دي خليك تعمل كده فيهم؟ انت بتعقد يالا؟ لو ما اتكلمتش دلوقتي حالا انا هعلقك. أمر يا بيه. عادل بيه بيقول لك وقف تحقيق معاه ونزله الحجز. طالما لغوا الأمر نحن ننفذ. بنشوف آخرة الدلع ده إيه. اتفضل. ده يا ابني اللي بره. أنت يا زفت. أمر يا باشا. نايم على ودنك. مؤاخذة يا باشا. خد الواد ده ارميه الحجز. تعال. الحمد لله بالسلامة يا شبح. اوبا شكلك وارد عصام بيه. الله 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 الله، ايه المعاملة دي؟ وانا اللي قلت ما صدقت لقيت حد يجي يونسني. عيب. سجارة؟ ما بتدخنش؟ بلاش. طب ايه؟ روب كرس؟ بلاش. الشاويش قال انك قاتل اربع نسوان، يخوفني. بس على اني عم راجل، لان النسوان دي كلها كده تستاهل الذبح. انت متردش عليا ليه؟ هتسوق الهبل على الشيطانه وهتعمل لهم فيها مجنون. ياكل ياكل معاهم. ايوه يا عم كده فك يا عم. اقول لك على حاجه الدنيا مش محتاجه، بس انت قال له لازم تتكلم معاه وتاخده وتدي عشان ما تنساش الكلام. محسوبك زيكا، مسجل سرقة بالإكراه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني، يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ يا حبيبي اللي هيخليك هتطمن على ابني؟ قبضوا على ابني من غير سبب والله.
ابني بريء، ادخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا امي، في ناس اعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيه، الله لا يسيئك، ربنا يخليك، هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا. بس هو ابني ما عملش حاجه، الهي يخليك تسيبني ادخل. الهي سعيد تسيبني اشوف. سيب الحاجه تمشي. الهي ربنا يكرمك ويخليك، ابني بريء والله يا سعاده البيه، ما عملش حاجه خالص. ابنك مين يا حاج؟ ابني نادر اللي انتوا قاضين عليكم، بريء وما عملش اي حاجه. طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ تصدق وتؤمن بايه؟ انا لولا الظروف اللي انت فيها دي كنت قفشت عليك عشان ما بتردش عليا، وانت ما تعرفش قفشه زيكا عامله ازاي. زيكا ده مالوش وجود اصلا. الله، ما انت بتتكلم زينا اهو، الحمد لله بالسلامه يا عم، امال مدوخني معاك ليه؟ سيادتك اللي مدوخ نفسك يا باشا، ومش هتوصل لحاجه باللي بتعمله ده. انا عارف انك ظابط من اول ما دخلت. ظابط مرتاح قوي، مش من الجماعه الشقيانه. انت مبرش مالا ولا ايه؟ الدبله اللي في ايدك دي بلاتين وفيها فسوس الماس صغيره قوي. انت بقى من ساعه ما دخلت شاغل بالك بحته الحديده دي؟ فالصو، الدبله دي سويسري ومفيش في مصر كلها حد بيجيبها غير تلات جوهرجيه بس، وزيكا اللي سيادتك داخل عليا بيه ده ما يعرفش حتى محلتهم فين. حوار الدبله دي اساسا فراكس. وزن سعادتك زاد قوي بعد الجواز، ما قدرتش تخلع الدبله من صباعك. اخرج يا باشا، خد دش والبس هدومك الحلوه. انا ما عملتش حاجه عشان يحطوا لي ظابط يطلع مني معلومات. افتح يا ابني. كشف زياد؟ عظيم، ده كويس مش وحش. كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل، بالعكس باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سعصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف. طب باشا معلش، بعد اذن سيادتك، يعني مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا نطقلك امه. يا اخويا ما هو كان في ايدك جرايه يا عصام، ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه، انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش هرجعه لك تاني، بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. تمام يا زياد. يا حبيبي يا ابني. اهدي يا ست منيره عشان نعرف نتكلم، يمكن تقدري تساعديه في المصيبه اللي ودى نفسه فيها دي. يا باشا بقول لك مش هو، اكيد مظلوم، ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قولي لي يا حاجه، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسالوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه فترة يا حاج، احنا عندنا ادله، وكل الادله بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، وهو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا ما اعرفش حاجه. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى ان هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس
ما ظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا مع التحقيق. خليني أشوفه يا باشا، أبوس إيديك، خليني أشوف. هنشوف. مش كده الأحسن يا باشا؟ سيادتك قعدت معاه قبل ما أشوف أمه. اللي عمله الواد ده مع زياد بيقول إن أعصابه هادية قوي، المقابلة دي هتهزله الهدوء ده شوية وبعدين أشوفه. ماما، ايه اللي جابك هنا؟ هيكون ايه اللي جابني على ملا وشي غيرك؟ حقك عليا. صحيح اللي بيقولوه ده؟ انت اللي قتلت الستات دي؟ ما تخافيش، شده وهتزول. رد عليا، انت ليك دخل باللي حصل للستات دي؟ بقول لك يا ماما ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا ابني؟ إذا كان الضابط بيقول إن التهمة لابسك لابساك ده كلام. كلام؟ طب ولما أنت سليم ومالكش دعوة بحاجة كده ما بتردش عليهم ليه؟ أنا حر. حر؟ أنت إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي بدلك كده؟ كله منها، من يوم ما عرفناها ما شفناش يوم عدل في حياتنا، ربنا ينتقم منها. كفاية بقى يا ماما، أنت لسه عاوزة تظلميها تاني؟ حرام عليك. حرام عليا؟ أنا اللي حرام عليا يا قليل الرباية؟ هي اللي عشتها حرام في حرام، ضيعت نفسها وضيعتك معاها وخربت بيتنا، منها لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. برضو مش عايزة تقوليلي مين اللي كنت بتتكلمي عليها انت ونادر؟ ده موضوع قديم بيني وبين ابني، ملكوش دعوة بيه خالص يا باشا. بقى كده؟ ابني بريء يا باشا، ومتهيألي ان حضرتك سمعته وهو بيقولي كده، زي ما سمعت بقيت كلام. عن اذنك انا اتأخرت قوي ولازم اروح. استني. ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الوحدة دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه؟ لا احسن احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه ده الوزير. ربنا يستر. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. خير يا باشا. الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انهي مذيعه دي؟ مفيش غيرها اكيد. نهال مفيد. ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن. اه يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سيادتك. طيب وصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام باشا. قصدي حضرتك الفاصل. فاصل. الفاصل ولا الاستراحه يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. باشا افتح لنا بقى التلفزيون. ايه يا كريم.
بص يا ابني، هو سفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون، هو طلب اكلمه؟ يظهر ان الشغل اللي احنا عملناه وجعهم قوي. طب اكلمه. اطلب اتحرك دلوقتي؟ لا اتقل اتقل، خلاص انا هقول لك امتى. طيب حاضر يا استاذ. والله يا ابني احنا غلبنا. ساعة يقولوا مسكناه، لا مش هو، محدش عارف الحقيقة فين. انا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتأكدوا انه هو. سفاح مين بس؟ انت مصدق ان في حاجة اسمها سفاح اصلا؟ دي حاجة كذا اسلعوها اخترعوها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطة وواقفين معاها عشان مصلحة البلد، بس الواد اللي انا شفت صورته ده شكله طيب وابن ناس، مش بتاع الكلام ده. ده المعد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن، خلينا نشوف اخرتها. تمام ساعتها. الو، ايه يا كريم؟ طيب ماشي، خليك معايا ثانية واحدة. الو، ايوه يا سيدي، معاك معاك، اتفضل. الو سياده اللواء. يا مدام نهال. ايوه يا فندم، معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال، مدير الاداره العامه لمباحث العاصمه، هيطلعنا على اخر المستجدات. ايوه يا فندم، حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم معاك. سيادة اللواء، تحب تقول ايه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزة الامنية. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم انا مش فاهمة حضرتك ليه عصبي كده. يعني لما انتوا كوزارة الداخلية مش عارفين تطمنوا الناس، يبقى الاعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيقليش ان احنا غلطنا في حاجة. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتمة قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجة تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال، مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقة دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سيادة اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح، وبعدين طلع مش هو. هل المره دي انتوا متاكدين ولا هنلف في نفس الدايره تاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الراي العام. وما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكده، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضه، احنا ما قلناش حاجه خالص. انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومة واحدة. أدينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكدة. زي ما قلتلك يا مدام نهال، إحنا في مرحلة التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لأنه مشتبه في إنه هو اللي ورا جرائم الخطف والقتل اللي حصل. طب وإنتوا مشتبهين فيه على أساس إيه؟ والله أنا مش مطالب أجاوب على أسئلة تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. امسك. هتقولي الواد ده من الحبس حالا. وجهز السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتم، محدش عارف حاجة في البلد دي. الداخلية بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقة بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وتصبحوا على ألف خير. متأكد إن هو؟ يا باشا متأكد. هو قتلت الستات دول ليه؟ أنهي ستات؟ دول.
يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ دي حاجة بشعة جدا. ده انت ناوي تستهبل بقى؟ ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. الصور دي يا نادر اتبعتت لأهالي الضحايا بعد اختفائهم بكام يوم. انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ ده البلد كلها عارفة الموضوع ده، ولا حتى بتتفرج على تلفزيون؟ انا لا غاوي جرايد ولا بتفرج على تلفزيون، انا بسمع من بعيد وما بصدقش حد. ما بتصدقش؟ طب انا هوري لك صورة تانية يمكن تصدق. ايه رأيك؟ انت ده ولا اخوك التوأم؟ انا فعلا، بس الصورة دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصورة دي نشرها واحد على الفيسبوك زي ما انت شايف، وكتب ان الست اتجننت وماشية مع واحد قد بنتها. ده سوء ظن واتهام الناس بالباطل. الصورة دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول، بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتولة اتبعتت لبنتها. تقدر تفسر لي يا نادر ليه كنت انت اخر واحد ظهر معاها قبل ما تتقتل؟ سعادتك، الست دي عربيتها وقفت في حتة مقطوعة وانا كنت معدي بالصدفة، طلبت مني اغيرلها فردة الكاوتش. اتفاجئت انها المطربة المشهورة اصل بحبها قوي، ولما قلت لها يعني ان انا من اشد المعجبين بيها فرحت جدا. ظهر عادل بيه انها ما بقاش حد يسأل عليها من يوم ما اعتزلت، بس وغيرت لها فردة الكاوتش وبعدين اصرت توصل. ادي كل اللي حصل. انت قلت يا عادل بيه، تعرف اسمي منين؟ سعادتك اشهر من نار على العالم، هو في حد في البلد ما يعرفكش؟ ليه بقى ان شاء الله؟ نجم سيما ولا لعيب كورة؟ بلاش لوع وقول لي دغري، تعرف اسمي منين؟ يا فندم اكيد سيادتك عارف اني كنت بشتغل محامي ومعرفت الضباط الداخلية من صميم شغلي. ايه رأي سعادتك بقى؟ مش تفسير مطلع. ماشي ماشي يا نادر، خلينا في عزة كامل. مالها سعادتك؟ بعد ما وصلتك حصل ايه؟ ولا حاجة، روحت على البيت وقعدت اسمع اغانيها وانا مبسوط. هل عندك دليل ان كلامك ده حصل؟ وفي دليل انه ما حصلش؟ ولا بلاش شغل المحامين ده. ليه بس يا فندم؟ هو شغل المحامين وحش ولا ايه؟ وبعدين الضابط والمحامي هدفهم واحد، تحقيق العدل. بص يا ابني، الظاهر ان انت مش مقدر خطورة الموقف اللي انت فيه. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمة مش بسيطة. أنا عارف إنها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها أي حاجة؟ إزاي مفيش فيها أي حاجة؟ أنت متصور فيها مع الضحية. وأنا ما أنكرتش، بس أنا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها، يعني عنصر الإجبار مش موجود. ولو فرضنا إن في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالأقرب بقى إن عزة تكون هي اللي خطفاني مش أنا اللي خطفها. يا سلام يا عادل بيه، سيادتك لو حولتني النيابة دلوقتي بدليل زي ده هاخد إخلاء سبيل فورا وبدون أي ضمانات. ده غير بقى إن أنا كمان ممكن أطعن إن الصورة دي مزورة وننتدب خبير ونعيش بقى مع بعض. يعني يا نادر انت مرتب نفسك قوي. مش مسألة مرتب نفسي ولا حاجة، ساعدتك حط نفسك مكاني. انتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد ان اتصورت معها؟ لا، وايه عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيعة، كل ده عشان خاطر صورة؟ لا يا نادر، مش عشان صورة. وزي ما انت مرتب نفسك قوي، احنا كمان مرتبين نفسنا. أنا مش فاهم سعادتك. هتفهم دلوقتي. ادخل. تعال يا سلطان. أوامر سعادتك يا باشا.
انت شغال في البنزينه اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينه ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربيه. شاب ايه؟ سايق العربيه يا باشا. سايق العربيه؟ كمل. والست عزه كانت قاعده في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟ لا يا باشا دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانه مبلبعه حاجه ضربه اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبه عن الوعي. اكتر من كده يا باشا بقول لحضرتك مش هنا مسافره بعيد يا باشا. طب قول لي يا سلطان. تحت امرك. هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربيه؟ هو يا باشا. لا انا عايزك تقرب منه يا سلطان وتبص كويس وتركز علشان تبقى متاكد. هو يا باشا انا متاكد. هو متاكد؟ متاكد. طيب يا سلطان تقدر انت تروح دلوقتي ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايه يا نادر يا ترى ايه رايك في الكلام ده؟ يعني ايه شهادته ملهاش قيمه؟ حضرتك رحت البنزينه دي قبل كده؟ لا انا رحتها. البنزينه دي في حته مقطوعه وبالليل الاضاءه بتبقى ضعيفه. يعني الاخ السلطان ده صعب جدا يشوف اللي جوه العربيه ويحفظ ملامحه في الظروف دي. ما هو اتعرف على عزة كامل في نفس الظروف ده لان عزة فنانة مشهورة وهو عارف شكلها من قبل كده. بس لو فرضنا ان انا اللي كنت سايق وده مش حقيقي فصعب برضه انه يحفظ ملامحي لغاية النهاردة. سيبك من الكلام الفارغ ده يا نادر. احنا عندنا شاهد وشهادته يعتد بيها. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة. الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام. فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش. ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة؟ خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها أو إنها كانت سكرانة زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه. مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية وسعادتك مفيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت. جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل. جبت منين الكلام ده؟ من الصور. الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادلة ادانة على جريمة قتل. سعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمة قتل محتاجة جثة وسلاح جريمة ودافع وسعادتك ما عندكش ولا واحدة من دول. يعني ببساطة ما فيش عندك قضية اصلا وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الاخر برضو هتخرجني. وانا بقى عشان حبيتك مش هرفع قضية على الداخلية اطلب فيها تعويض كبير على الضرر اللي وقع عليا. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي ومش هسيبك. مش هسيبك إلا وأنت متعلق في حبل المشنقة. حتى لو فرضنا تاني إن كلامك مظبوط معرفة سيادتك مش دليل إدانة. تقدر تقول لي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش. إيه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم أمريكاني
المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسة. بص يا ابني، إذا كنت فاكر نفسك ذكي فأنا قاعد قدام مني زيك كده لاسكة منك 100 مرة وبرضه رميتهم في السجن زي ما حرميك بالظبط. أنا كان نفسي أنادر إنك تتعاون معايا لأني بجد عاوز أساعدك. شكلك باين عليه ابن ناس، ما انتش فوش إجرام، لكن اهو انت اللي اخترت الطريق الصعب. انت حر، بس في الاخر مش هتلاقي حد تلومه الا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. نادر، انت مش ناوي تحكي لي على اللي الست والدتك ضربتك عشانها وإيه علاقتها بالقضية؟ إيه، واحدة من الضحايا؟ دور سعادتك وانت توصل لإجابة. طب ولما انت عارف ان انا اكيد حوصل للإجابة توفر على نفسك وعليا التعب ده كله وتحكي لي ايه اللي حصل من الاول؟ سعادتك مش هتصدقني. جرب. مش يمكن اصدقك؟ سعادتك مش هتصدق غير الحقيقة اللي هتوصل لها بنفسك، وساعتها بس هنقعد ونتكلم. أنا يوم ما أوصل للحقيقة نادر مش هقعد أتكلم معاك، أنا هجيب لك إعدام. يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجة واحدة عايزين نتكلم عنها احنا الاتنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ طب مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يكون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا 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 لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. براحتك يا نادر. وياريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يكون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقة عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز اتكلم. أمر فندم. رجعوا الحجز. يا أيمن، أنا عايز أعرف كل حاجة عن اللي اسمها حنين دي في أسرع وقت.
ها ايه رايك؟ اما نشوف يا متر. ادخل تعال يا نادر اقعد. حافظ بيه طبعا. نادر ده يا حافظ بيه اشطر محامي عندي هنا في المكتب، وانت عارف ان انا ما جاملش في شغلي. شهاده غاليه جدا يا فندم. الاستاذ بيقول في حقك كلام جامد قوي يا استاذ نادر. ربنا يخلينا دايما عند حسن ظن. نادر انت عارف طبعا ان حافظ بيه له قضيه عندنا هنا. ايوه يا فندم، وقريت الملف بتاعك كويس كمان. تمام، وايه رايك فيها؟ والله يا فندم القضيه نفسها ضعيفه وسهل جدا نجيب فيها براءه لولا مشكله واحده. ايوه ايه هي؟ شهاده الشهاده اللي اسمها شهناز حلمي. مش قلت لك خالفت في الملاعب؟ اهي دي بقى المهمه يا بطل اللي انا جايبك علشانها. احنا عايزين المحكمه تستبعد الشهاده من القضيه. يا ريت يا فندم. بس ازاي؟ النيابه مقدمها على انها خضره شريفه، لكن انا اعرف انها كانت متجوزه المعلم شحته الدكش وهبشت منه قرشين وخلعت. شحته الدكش بتاع المخدرات؟ تخيل. ودلوقتي بقى الست شهناز دي جايه عايزه تضايق سعاده الباشا، يرضيك كده؟ شفت قله الادب؟ خلاص يا فندم، لو قدرنا نثبت الكلام ده تبقى القضيه خلصت. هنثبته ازاي؟ واللي اعرفه ان شحته الدكش عليه قضيه كبيره وهربان منها كمان. انا بقى وصلت للمعلم الدكش واتفقت معاه، والراجل ابدا استعداده انه يساعدنا بشرط. شرط ايه؟ ان قضيته تبقى في المكتب بتاعنا هنا، وحافظ بيه هو اللي هيدفع الاتعاب. اتفاق مش وحش والله. المشكله بقى ان شحته الدكش وصبيانه مستخبيين في مكان وما بيتحركوش منه، وعايزين اي حد يروح عندهم عشان يجيب ورقه الجواز العرفي، وانا اخترتك انت للمهمه دي. وانا تحت امر سعادتك. الورقه دي فيها عنوان الدكش وفيها رسمه توضيحه عشان تقدر توصل للمكان بسهوله. انا عايزك تقوم تروح دلوقتي على طول، بس خد بالك المنطقه دي فيها لبش. يا استاذنا انا تربيه رود الفرج، يعني الحاجات دي ما تفرقش معانا. خلاص اتوكل على الله، بس اول ما تمسك الورقه في ايدك هناك تتصل بي على طول. ليه بس كده يا حاج؟ ده الاستاذ مفهمني انكم اتفقتوا خلاص. رجعت نفسي يا استاذ، عندك مانع؟ لا ابدا لا سمح الله. انا بس عايز اعرف انت ليه غيرت رايك يعني؟ بصراحه كده مش ضامنكم. ليه؟ ده احنا ناس كلمتنا زي السيف. سيف مين بس يا استاذ؟ المحامي ملوش كلمه دلوقتي، انا معاشرهم وعارفهم اكتر منك. طب ممكن اعرف انت قلقان من ايه؟ قلقان طبعا، تاخدوا مني الورقه وبعد كده امك في العش ولا طهر. واحنا نعمل ليه كده بس؟ ايه لازمتها تشوف وشي تاني؟ ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. لا مؤاخذه بقى يا حاج، يعني كلامك مش مظبوط، لان الاستاذ مهدي من مصلحته ان يمشي اتفاقه معاك، لان قضيتك دي هتبقى قضيه جديده تدخل المكتب، وانت عارف ان هو ما بياخدش قليل. ما انا عشان عارف ان هو ما بياخدش قليل وبياخد كتير، خايف لسي حافظ بتاعك وده يلحس كلامه. يا عم الحاج حافظ شديد ده معاه فلوس ياما، والمصيبه اللي هيخرج منها بسبب الورقه اللي معاك دي ما تسويش حاجه قدام الفلوس، ده ما هيصدق. هو بني ادم طماع يا استاذ. حتى لو طمع الاستاذ مهدي مش هيسيبه، لان شغل المخدرات مش كتير عندنا في المكتب، وقضيه زي بتاعتك دي لما نجيب لك فيها براءه ان شاء الله هيجي لنا شغل كتير. صدقني مفيش داعي للقلق، هات الورقه بقى وخلينا نبدا شغل. نبدا شغل؟ بتسجدني حضرتك ولا بتشتغلني؟ كل ده عشان تاخد الورقه؟ ياه على اللف والدوران. امسك العقد اهو، بس اوعى اوعى تعمل معايا اي حركه غادر، سواء منك من الاستاذ بتاعك
من الزبون بتاعكو مش هرحمكو. مش ايه؟ مش هترحمنا يا حاج. على افوادك قالها المعلم، مش هرحمكو. انت فاهمني؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. ان شاء الله ما يجيبش حاجة وحشة، بس اوعى الشيطان بقى يوزكم ويقول لكم الراجل ده مستخبي ولا هربان ومش هيعرف يطولنا. لا هطولكم وهجيبكم من قفاكم واحد واحد وهعلقكم. حقي ما سيبوش على جثتي، حقي اعرف اجيبه من حباب عنونكم. سيادتك عدى عليك الورقه دلوقتي، ما نخليها بكره الصبح. طيب ماشي، مع السلامه. استنى عندك يا عمر يا غالي، هات العده اللي معاك دي وغور من هنا. مش هينفع والله يا اسطى، عندي مكالمات مهمه لازم اعملها في السكه يعني. بعد اذنك. هتهزر يا حمق؟ طب ايه رايك ان انا هاخد تليفونك واعلعك هدومك؟ الشنطه دي فيها ايه يا فلوس؟ لا والله، دي فيها هديه صغيره كنت جايبها لست والدتك بس ما لقيتهاش في البيت. ايه رايك تاخدها انت تديها لها؟ ده انت قليل ادب بقى وعايز تتربى. شاهد على روحك يا حالتها. اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم، انت لسه هتسبن؟ امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لا يقطعوك. شفتوا اللي حصل لي؟ ما كنتوش هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن معرفش عملته ازاي، بس فجاه قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحه. كان بيسبلني. شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان.
انت اصلك ما شفتش هي عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى الموناليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش ايه؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضه معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا بنت من هنا. قوم قوم بلاش قلب الدماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وردك تلميذ عادل. تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك. لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك وانا شاب صغير. افهمك انا بقى. انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب لازم امشي. سلام. طب استنى استنى ما تشوف اللوحه واحد توصل لحد فين. هاجي لك بكره يا ابني. استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري وهكله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش كل واحد دماغه مريحه. ايوه اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش من ناحيه ده انا اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا ابو نيره؟ اخرس يا قليل الادب. قصدك ايه، انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد ينوروا. هو ايه اللي ينوروا؟ وانا بستاذن منك، انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي صباح الخير. وانت من اهلك. نادر اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي الساعة بقت 7:30 هتتأخر على المحكمة. طيب يا صباح الفل. انت هنا ليه؟ مش عندك محكمه النهارده؟ القاضي اجل القضيه شهر. صباح الخير يا استاذ. صباح النور. على خير القاضي. تعال ورايا عايزك. حاضر. خير يا استاذ. فاكر قضيه مصنع السيراميك؟
ايوه يا فندم. انت عارف ان لها جلسه بعد اسبوع؟ ايوه عارف. طيب فاكر حسنين عمران؟ مش ده اللي كان مدير الشركه من 5 سنين؟ بالظبط. اقعد. حسنين عمران كلمني امبارح بالليل والظاهر ان له طار قديم مع المدير اللي موجود دلوقتي، وعايزين بقى نقوم بالواجب. طبيعي يا فندم، اصل المدير الجديد لما جه دور ورا حسنين وطلع عليه مخالفات كتير وعمل هليله كبيره بالموضوع ده. ياه، انت عرفت الكلام ده منين؟ من ملف القضيه. ملف القضيه مكتوب فيه الكلام ده؟ لا مش مكتوب فيه كده طبعا، بس في كام حاجه كده لما دعبست وراهم عرفت الكلام ده. واضح ان انت فاهم كويس جدا. حسنين بقى عايز يرد القلم للزبون ومعاه ورق يوديه في 60 داهية، بس ليه شرط، ما يظهرش في الصوره خالص. وماله يا فندم، نبان احنا وهي مصلحه واحده في الاخر. طيب انا كلمت حسنين واتفقت معاه انك تروح له وتاخد منه الورق وتبص فيه، في اي ملحوظه في اي حاجه مش واضحه تساله. مفهوم. ده بقى عنوان الشركه بتاعته، بس اوعى تروح للشركه عشان محدش يحس. حاضر. في كافيه اول الشارع، اول ما توصل عنده تكلمه في التليفون، هو هينزل لك على طول. حاضر. واضح كده؟ واضح. تمام؟ واضح. توكل على الله. مع السلامه. توفيق. شكرا. هو انت ما عندكيش غير خالتي قالت وعمتي سوت؟ ايه؟ هو انتوا عيلتكم دي ما بتخلصش؟ يا بنتي احنا اقل بيت بيخلف 7-8 عيال، مش زيكم خايفين تخلفوا عشان مش لاقيين تاكلوا. خش يا بنت الفلوس اللي في شويله، مش عارفين تعدوها من كترها. حنين اللي واقف هناك ده شبه ابن خالتي. اشرف صح هو. والله يا بنتي الواد ده باين عليه بيحبك، شوفي بيبص لك ازاي. ريحي نفسك، ما ينفعش، احنا اخوات في الرضاعه، وبعدين لو عاجبك قوي انا ممكن اكلمه لك واخليه يرضى بيكي. امشي، ده يغور عشان من ريحته. طب يلا سبقوني انت، هشوف عايز ايه واجيلك. ماشي، بس ما تاخدهاش حجه عشان تفضلي واقفه هنا طول النهار ورانا شغل. يلا. صباح الخير. صباح الفل. ايه تتجوز؟ متجوز ليه؟ انا جاهز دلف. طب تعالى نقف بعيد شويه، مش طالبه المدير يشوفني هو حاططني في دماغه اصلا. ايوه حسنين بيه، انا وصلت الكافيه خلاص اهو. ساعه ليه بس؟ احنا مش متفقين على الميعاد مع بعض. هروح فين يعني؟ هستناك طبعا. يا ريت لو سمحت. متشكر قوي، مع السلامه. تاني يا اشرف، انا مش فاهمه انت بتودي الفلوس دي كلها فين. ما انت عارفه يا نونا المرتب ده تعبان على الاخر. لا المرتب كويس، لكن الحباب اللي انت بتشربه ده هو اللي منفضك اول باول. وحياتك عندي ابدا، بس انت فاهمه انا مستلف من طوب الارض، اول لما باخد القبض بقى كل واحد ليه حاجه بيجي ياخدها. ها قلت ايه؟ ماشي، هم 300 جنيه ما فيش غيرهم، واعمل حسابك دي اخر مره هتطلب مني فلوس يا اشرف. ملهمش بقى اي لازمه الكلمتين دول، انت عارفه كويس ان هي مش هتبقى اخر مره، بس عموما ربنا يخليك ليا ست البنات. يلا سلام. استنى هنا، ايه الندله بتاعتك دي؟ مفيش ازيك، عامله ايه؟ ولا انت ضربت على الفلوس كده وخلاص؟ شكرا. والله ابدا، انا بس مش عاوز اخرك على الشغل عشان ما يحصلكيش مشكله. عموما انا هشحن دلوقتي واكلمك. يلا باي. تؤمر بحاجه تانية يا فندم؟ متشكر. ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ دي احلى صدفه في الدنيا. بس عارفه ان انا مش متفاجئ. ليه؟ هو انت كنت عارف ان انا بشتغل هنا؟ لا بس كنت عارف انت ساكنه فين بصراحه، فقلت اكيد يعني ان احنا هنتقابل تاني. يا حنين اسمك حلو قوي. لو عامل حسابك اني ممكن انقذك من اي مصيبه تقع فيها تبقى غلطان، ده مكان شغلي وانا مش عايزه فيه مشاكل. لا والله انا مش بتاع مشاكل خالص. طيب على فكره احنا بنعمل هنا تشيز كيك حلو قوي، تحب اجيب لك؟ لو عاجبك اكيد هيبقى حلو. ماشي هجيبها واجي على طول. حنين. نعم. نادر. نعم. اسمي نادر. ما هو انت اكيد بتقولي في سرك مين قليل الذوق ده اللي عارف اسمي وما قالش على اسمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عن اذنك. اتفضلي. لو سمحت. بصي بقى يا منيره يا اختي، جيهان هي اللي جابتني بدري النهارده،
قال ايه؟ عايزه تعمل الغدا بنفسها علشان ما تتعبكيش. حد يصدق ان جيهان بنت امبارح تقوم بغدا اربع تنفر لوحدها؟ بنت امبارح ده ايه؟ ما هي كبرت وحلوت اهي وبقت عروسه زي القمر ما شاء الله. هو نادر راح الشغل ولا ايه؟ يا حبيبتي، بس هيجي على الغدا ان شاء الله. ده يا حبيبي فرح قوي لما عرف ان انتوا جايين لنا النهارده. لو ما عجبتكش مش هخليك تحاسب، عشان ما تقولش ان انا بدبسك او حاجه. كده تعجبني طالما عجبك. على اذنك. اتفضلي. اؤمر يا فندم. ايه يا نسا حنين؟ انا فضلي النهارده خالص يعني. لا يا فندم ما اقدرش، ده حضرتك زبوننا. حضرتك عارف هتختار ايه ولا اجيب لك المنيو تختار؟ انا خلاص اخترت من زمان قوي، بس اللي اخترته تعبني قوي. اتفضل حضرتك مليني الاوردر. ملك يا حنين، ما كنتش مبسوط؟ البيه بتاع كل يوم ده. مالي؟ طلب ايدك؟ مش ناقصاك يا نجوى، كفايه عليا لسه الظرف بتاعه. ما يمكن غرضه شريف. شريف ايه؟ انا فاهمه الحركات دي كويس. خد يا بنتي بلغي الاوردر بتاعه، خلينا نخلص منه. ايه يا بنات الوقفه دي؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نهزر؟ ابدا يا مستر، احنا بنبلغ الاوردر. طب يلا يا وام، مش عايز دلع. انا هروح اشوف شغلي يا مستر. استني يا حنين، انا عايزك. نعم. فكرتي؟ وحضرتك ليه مش قادر تفهم ان دي مش سكتي؟ شوف لك واحده تانية وسيبني في حالي. بس انا مش عايز اي واحده، انا عايزك انتي. الاسطوانه دي انا حافظاها كويس يا مستر. حضرتك متجوز وعندك عيال، يا ريت تركز في بيتك وعيالك احسن. طب ايه بقى اللي جاب سيره العيال والبيت في اللي احنا بنتكلم فيه؟ دول هيبقوا هما تحلمش بيه. نعم. واذا كان على الحرمانيه نكتب عقد عرفي. قلت ايه؟ هات لي قهوه يا سوري. سوري يا استاذ نادر، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا يا فندم. تشرب ايه؟ لا لا ما عنديش اي وقت، من فضلك ادي الورقه اهو، بص عليه كده ولو في اي حاجه انا معاك. بالهنا والشفا يا فندم. استني بس، مستعجله كده ليه؟ ايه ده؟ اوعى ايدك. وجعتك يا فندم؟ الاوردر قدامك، في طلبات تانيه؟ عايزك تاخدي بالك مني شويه، زي الترابيزه اللي هناك دي، ولا لازم الواحد يبقى ملون عشان تاخدي بالك مني؟ يا استاذ عيب، ما يصحش كده. عيب عليا انا برضه؟ لا عيب عليك انت. سيبي زبون بيجي يوماتي وتبصي لزبون اول مره تشوفيه، صدقيني ما يغركيش الالوان دي. انا مش ابيض واسود، بس لو جربتيني مش هتسليني ابدا. لا ده انت قليل ادب بقى. انت بتقول ايه؟ ما تفوقي لنفسك، نسيتي نفسك ولا ايه؟ فين البودر الزفت دوت؟ ايه يا احمد؟ يا استاذ نادر من فضلك ما تشغلش بالك، كل يوم في الكافيه ده بيحصل كده اكتر. من فضلك بص على الورقه. ايوه يا باشا امرني. انا عايز افهم دلوقتي، انا باجي هنا بدفع فلوس ولا بتاكلوني صدقه؟ صدقه ازاي يا باشا؟ ده خيرك على المحل كله. الهانم طلبت منها اوردر جايبه لي اكل غير اللي انا طلبته، ومش عاجبها اللي فتحت بوقي وبزعق. والله العظيم يا فندم ده الاوردر اللي هو طلبه. انت تسكتي خالص، ما اسمعش احسك. انت ايه، هتعدلي على كلام الباشا ولا ايه؟ اتفضلي من هنا يلا، اتفضلي. احنا اسفين جدا يا سعاده الباشا، اسمح لي اخد انا الاوردر تاني. بعدين بعد ما الهانم بتاعتكم ما سدت نفسي؟ ما عاشت ولا كانت يا باشا. انا هقرص لك ودانها، والاوردر اللي نزلته غلط ده هيتخصم من مرتبها، واحنا لينا بركه غير رضا سعادتك يا باشا. امرني. تمام الورق يا استاذ نادر؟ تمام يا ريس، انا فهمت كل حاجه. طب انا حمشي الوقت، ولو في اي حاجه خلي الاستاذ يكلمني. يلا السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. ولا ادفع ثمنه ليه يا مستر؟ والله العظيم انا نزلت كل اللي طلبه. مش عايز مناقشه يا حنين، ده احسن زبون بيدفع تبس في الكافيه كله، ودي اول مره يعمل مشكله، يعني اكيد الغلط من عندك انت. والله العظيم هو اللي غلطان. خلاص الموضوع خلص، عشان تبقي تعرفي تعاملي ازاي الناس. وياكي ياكي تخرجي بره قبل ما الزبون يمشي، احنا ما صدقنا هديناه. انت اللي غلطانه يا حنين، يعني عارفه ان الراجل عينه منك، ما تقولي له كلمتين كده تثبتيه. ده راجل قليل الادب يا صاحبي،
ساعه ما شافني بتكلم مع ترابيزه خمسه وهو بيتلكك لي. وهو مين دلع على ترابيزه خمسه؟ اوعي تقولي لي قريبك، والله شفطلك وشك. لا مش قريبي بس معرفه يعني. معرفه سود وما جابتلكيش غير المشاكل. بقولك ايه، ما تعرفيني عليه كده ما دام نجمكم مش راكب على بعض، وهو يعني ما يبقاش خرج بره. اصل الواد بصراحه امر. خلاص بقى خلاص بقى بطلي عياط. معلش. الشيك يا فندم، حضرتك جايبه بنفسك؟ غريبه يعني. وايه الغريبه في كده يعني؟ انت مدير المكان، امال فين بقيه الناس؟ مشغولين. حضرتك هتحاسب ولا في اسئله تانية؟ نورت. ما خلاص بقى يا حنين، هتفضلي زعلانه كده؟ خلاص اللي حصل حصل بقى. يا بنتي علقه تفوت ولا حد يموت، الخيبه دي. الحمد لله. بس بقى انسه حنين، دقيقة واحدة لو سمحت. طيب روح وانا احصلك. مستناكي ولا نركب احنا؟ لا لو المترو جه كاب انا هاخد اللي بعده. اوكي ماشي. سلام. ترابيزة خمسة. انا هاخد البيت. انا اسف لو كنت فاجئتك، بس انا حسيت ان يعني حصل لك مشكلة النهاردة فكنت حابب اطمن عليك. يظهر ان كل ما بتشوفيني بيحصل لك مشكله اكبر. لا خالص ما تكبرش الموضوع، انا اللي عايشه في القرف ده من زمان. حقك عليا، انا اسف. اسف على ايه؟ يعني على اني مش عارف اعملك اي حاجه في المشاكل دي. لا خالص، انت مش عارف انا ارتحت ازاي لما اتكلمت معاك. طب كويس، هيبقى طلع لي اي فايده بدل ما كله مشاكل وقلق كده. ممكن اخد رقم تليفونك؟ يعني عشان لو جه حد يضربني تاني اكلمك تيجي تنقذيني على طول. تصدق بالله انت دمك خفيف. والله انت ما عندك دم. معلش يا ماما اتشغلت ونسيت الموضوع ده خالص. طب والمحروق اللي اسمه الموبايل اللي معاك؟ سكوتي مش قطع شحنه، ما لقيتش شاحن. ما انا عارفاك، هو انا هخلص معاك. معلش انا هتصل لك بخالته وهصالحها. خالته بس؟ طب والبت الغلبانة اللي وقفت بنفسها تعمل لك الأكل بإيديها؟ وجيهان كمان هكلمها وصالحها يا كمان. في حاجة تاني؟ والله العظيم أنا لو منها ما بص في وشك تاني. أنا مش عارفة البت دي مستحملة عمايلك دي على إيه. ربنا يديم المعروف يا أبو نادر. لعلمك بقى محدش هيستحمل عيشتك المنيلة دي غير البت الغلبانة دي. وعايزة أنصحك نصيحة، لما تيجي تتجوز تاخد اللي بتحبك مش اللي أنت بتحبها. ربنا يتوب علينا بقى من العيشة المنيلة دي. يا واد افهم بقى، اهم حاجه في الست انها تستحمل جوزها، ومحدش هيستحملك غير اللي بتحبك. يا ماما يا حبيبتي ريحي نفسك من الموضوع اللي بتفكري فيه انت وخالته ده، لانه مش هيحصل. ليه بقى ان شاء الله؟ لان جيهان دي زي اختي الصغيره، مش هقدر اشوفها غير كده. بلاش كلام اهبل، انت ما عندكش اخوات، وبعدين انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ضفيرها. دي حقيقه، جيهان دي احسن واحده في الدنيا وتستاهل واحد احسن مني. تصبح على خير يا حبيبتي. عامل ايه في الواد ده يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده انا يا دوب يا بنتي بقول له هو احنا مش هنتجوز، ولا ايه لك وش وقلب زي اللي حكموا عليه بالاعدام. وحياتك يا اختي كلهم منظر واحد، الطينه من العجينه بقت حاجه تقرف. من لين؟ مساء الخير. ايه ده، هو انت؟ افتكرناك حد بيعاكس. لا والله انا بس كنت عايز اسال على حنين، اصل بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش مروحه معاكم، وبكلمها ما تردش على التليفون بتاعها. ايه ده، انت ما تعرفش انها عيانه ولا ايه؟ عيانه مالها؟ ما اعرفش هي عيانه عندها ايه، بس هي كلمت المدير وطلبت اجازه، قالت انها عيانه قوي.
بالكلام اللي انت بتريده. رد عليا من غير لف ودوران، هتتجوز تاني؟ مش رد على الكلام الاهبل اللي انت بتريده. وحياتي هترد هتتجوز؟ اتجوز ايه يا عبيطه انت؟ ده انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك، هروح اتجوز. محدش ما يقدرش يعيش من غيرها. انا بقى ما اقدرش اعيش من غيرها. وبعدين لا قدر الله يعني لو جرالك اي حاجه بعد 50 سنه هموت نفسي وراجع على طول. ما تشغل عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ عايز تموت كافر. طيب لو كده بقى يبقى مفيش قدامي غير حل واحد بس. ايه؟ تتجوز. عايش ميت لغايه ربنا ما يجمعني بيكي في الاخر. تحبني بجد؟ بحبك. بحبك لدرجه اني اللي فاكر الدنيا كان شكلها ايه قبل ما اشوفك، ولا قادر اتخيل ممكن تبقى عامله ازاي لو انت مش فيها. حبيبي ربنا يخليك ليا. ربنا ما يحرمني منك. بحبك. وانا كمان بحبك. هانت يا حنين. هانت قوي حبيبتي. الو الو، مين معايا؟ انا شادي اللي قابلتك في المترو واخدت منك الموبايل بتاعك عشان اكلم والدتي من غير زعل يعني. سامحيني، انا سمحت لنفسي اخد رقمك معايا على تليفون امي عشان حسيت ان انا ما شكرتكيش كويس في المترو يعني. الحكايه ما تستاهلش، المهم ان والدتك تكون بخير. ده انت جميلك على راسنا من فوق. ده انا وامي ما لناش سيره غيرك والله. أنسة ضحى، أنا عارف إنك أكيد فاكراني بعكس، بس الكلام ده مش حقيقي. أنا عارف إن أنتي بنت ناس ومتربية، وأنا ماليش في كده خالص والله. أنا مهندس بترول ومن عيلة كويسة ومحترمة. طيب يعني أدام أنت زي ما بتقول كده، ولازمتها إيه بقى الحركات اللي أنت بتعملها؟ أنسة ضحى، أنا من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أنساكي، صورتك قدامي على طول. واكون سعيد الحظ يعني لو وافقتي تتجوزيني. انت بتقول ايه؟ انسه ضحى، انا عارف ان الكلام اللي بقوله لك دوت ممكن يبان انه جنان وكلام مفاجئ بالنسبه لي، بس والله انا بتكلم بجد. انا شغلي بيخليني اقعد شهر بره مصر وشهر في مصر، والمره دي كنت نازل اجازه عشان ادور على عروسه، ولما قابلتك كنت رايح انا وامي نشوف عروسه جايبها لنا ناس قرايبنا يعني. بس صدقيني طول ما انا قاعد معاها وصورتك قدام عينيا مش قادر انساها خالص. ولما روحت حلمت بيكي، وحلمت بابويا بيديني الشبكه عشان اقدمها لك. معرفش، انا بفهمش في الحاجات دي. انا عارف كويس ده معناه ايه. ده معناه ان انت نص التاني، وانا مستحيل افرط فيكي. انا عارف ان الكلام ده ممكن يخليكي مقطوفه حبتين، فعشان كده لو تسمحي لي يعني تديني فرصه بس طول الفتره اللي انا قاعد فيها في مصر اكلمك في التليفون عشان تعرفيني اكتر، ولو قدرت اقنعك بشخصيتي تحددي لي ميعاد مع عيلتك واجي اقابلهم انا ووالدتي. عشان كده انا هسيبك دلوقتي تستوعبي الموقف وهكلمك بالليل ان شاء الله. لا بالليل، لا اخويا بالليل بيبقى موجود، وبعدين لو حس بحاجه هيطين عيشتي. بص كلمني بكره في نفس الميعاد. خلاص اتفقنا، بكره ان شاء الله زي دلوقتي كده هكلمك. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك.
الو، اللواء عادل هلال. ايوه انا، انت مين؟ مش مهم انا مين، مهم انا طالب سيادتك ليه. الست اللي انتوا بتحققوا في قتلها دي وراها سر، دور عليه، لان السفاح مش هو اللي قتلها. عن اذنك. الو الو يا باشا، في حاجه ولا ايه؟ خد النمره دي يا ايمن، عايزك تعرف لي هي باسم مين، وتحدد لي المكان اللي كلمتني منه دلوقتي في اسرع وقت ممكن يا ايمن. حالا يا باشا، بسرعه. يعني ايه مش باسم حد؟ والله سعادتك سيدي العارفين، الخطوط دي بقت بتتباع في الاكشاك، اي حد ممكن يشتري خطه من غير بطاقه كمان. طب ما ده تهريج ده، واحنا هنا اللي بندفع التمن. والله يا باشا الوزاره بتحاول مع شركات المحمول، بس للاسف الموضوع برضه ماشي سبهلله. يا اخي، واللي كلمني ده كان بيتكلم من انه مصيبه حتى على كورنيش النيل من مصر القديمه الحلوان. عموما يا باشا هو صحيح قافل الخط دلوقتي، لكن اول ما يفتحه اقدر احدد مكانه وابلغ سعادتك. مش هيفتحه. يمكن يفتحه. يا اخي اسمع وانت ساكت، مش هيفتحه. اللي كان بيكلمني ده واضح انه حريص جدا وفاهم كويس هو بيعمل ايه، والنمرة دي زمانها اترمت في اي مصيبة. ده مش بتقول كان بيتكلم من على الكورنيش؟ مظبوط سعادتك. خلص مكالمته معايا ورماها في النيل. الو الو، أنسة ضحى، صباح الخير. أنا آسف لو بكلمك في وقت مش مناسب. لا أبدا أبدا، أنا صحي من بدري، أصل أنا لازم أفطر أخويا حمدي قبل ما يروح الشغل. أنت عارفة، بص يا ستي، أنا طول عمري كان نفسي يبقى عندي أخت بنت، أصل إحنا أربع صبيان وأنا أصغر واحد فيهم، أخلى عنقود بقى زي ما بيقول، عشان كده تلاقي البيت كله مدلعني حبتين. ما انا كمان الصغيره، وحمدي اخويا زمان كان مدلعني على الاخر، بس بقى من يوم ما كبرت وبقى يوم كده ويوم كده. ازاي الكلام ده؟ اللي زيك لازم تتعامل معامله الاميرات، واحده في رئتك وفي طيبه قلبك لازم تتشال على الراس. يعني مش قوي كده، انت بس اللي ذوق. على فكرة أنا عمري ما كلمت شاب في التليفون ولا ليا في الحاجات دي أبدا، بس حاسة كده إنك طيب وابن حلال وجد وملكش في قلة الأدب، لولا كده ما كنتش أكلمك. إحساسك في محل. أنا برضو طول عمري ماليش يعني في موضوع البنات ده. بس أنا بصراحة راجل جد حبتين، لما فكرت أتجوز بقى ابتديت ادور على واحده شبهي يعني، لغايه بقى ما قابلتك يعني، وحسيت ان انت نصيب اللي ربنا شايله. انت بتكسفني بالكلام ده. بص بقى، انت لازم تحكي لي عن نفسك كل حاجه، وانا كمان هقول لك عن نفسي كل حاجه. خلاص اتفقنا. بص يا ستي. الو، اللي هو عادل هلال. ايوه انا عادل، مين معايا؟ قلت لك انت ماشي غلط في القضيه دي يا عادل. ليه مصر تركب دماغك؟ اديك هتودي واحد بريء في ده. انت مين يا يالا؟ عايز ايه بالظبط؟ من غير عصبيه، انا عاوز ايه؟ عاوز انورك وارجعك عن الغلط اللي بتعمله. انا مين بقى؟ أنا السفاح الحقيقي، ولو عاوز دليل على كلامي ده استنى الضحية الجديدة قريب. سلام.
يكون حد بيستظرف يا باشا. لا ده يا عصام اللي كلمني ده عارف كويس هو بيعمل ايه. طب مش يمكن يا باشا حسين ده ليه شريك هو اللي اتصل يعني عشان يبعد الشبهة عن حسين؟ جايز يا ايمن جايز. انا مستغرب هو جاب النمرة بتاعت حضرتك الخاصة منين؟ انت عارف يا زياد يا اخي ان انا نمرتي مع اي حد. بعدين الحكاية دي ما بقتش صعبة، كل الناس ليها معارف في شركات المحمول يقدروا يجيبوا لهم نمرة اي حد في اي وقت. كنا عايشين كويس قبل ما يخترعوا لنا الزفت ده راخر. الو صباح الخير يا ضحى. ضحى انا معاد سفر النهارده وطيارتي بعد 6 ساعات ولازم اشوفك ضروري. المره دي هغيب شويه. لا ما ينفعش لازم اشوفك. خلاص نص ساعه مش اكتر. حاضر هقول لك فين بالظبط. ايوه يا فندم بس والله احسن بيه انا من متاخر. حضرتك بس قولي انا اعمل ايه بعد اللي حصل لبنت هاشم. حاضر حاضر بس حضرتك ظبط لي الناس الجداد وانا هتصرف. لا يا رئاسه لا انا تحت امرك تحت امر حضرتك. مع الف سلامه مع الف سلامه. طلع عليك الدور. الو ايوه شادي انا وصلت. انت فين؟ ازاي يعني اوصل قبلك؟ طيب طيب بص انا اول ما تدخل كده هتلاقيني في اخر ترابيزة على الشمال. طيب مستنيك بس ما تتأخرش. ماشي سلام. صباح الخير يا فندم. موري بحاجة؟ صباح الخير بس 5 كده يعني في حد انا مستنياه على وصول. مين مستنياه حد؟ انت مين؟ براحتك براحتك. نادر ازيك يا هبي؟ ازيك يا ولد عامل ايه؟ الحمد لله. لوحدك ولا معاك حد؟ لا لوحدي. طب اقعد 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 تشرب ايه؟ ربنا يخليك يا ناصر. قول يا هبي شوفوا يشرب ايه. تشرب ايه يا فندم؟ شويه شاي. حاضر عينيا. أنا قلت يا سيدي أجي أشرب معاك القهوة هنا عشان نتكلم بعيد عن دوشة مكتبي. سعادتك تنور في أي وقت يا فندم. الشغل اللي عملته في قضية السفاح هايل يا عادل. ما تتصورش الموضوع ده كان قالب الدنيا إزاي. يا باشا أنا ما عملتش غير شغلي. معالي الوزير كان معايا على التليفون من شوية وكلفني يا سيدي أبارك لك أنت والرجالة اللي معاك. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وما تقلقش أنا حنتهز الفرصة دي وأكلمه في حكاية طلوعك على المعاش. بس مش حينفع في التليفون، هخليها وش في وش أحسن. مفيش لزوم للتعب سعادتك. أولا أنا شغلي واضح مش محتاج حد يتكلم عنه، وبعدين كمان أنا مش عايز اتسبب لسعادتك في اي حرج. حرج ايه يا راجل؟ ده انا من مصلحتي انك انت تفضل معانا على طول. هو سهل ان الواحد يلاقي حد زيك يا عادل. الله يعزك يا فندم. الحقيقه انا بالنسبه لي يعني الحكايه سيان محصله بعضها. لو طلعت معاش ابقى ختمت حياتي بقضيه كبيره، ولو استمرت في الشغل خير وبركة. إن شاء الله هتقعد معانا 10 سنين كمان. قولي أنتوا قفلتوا ورق القضية كويس؟ عادل القضية دي كبيرة ومش عايزين فيها أي ثغرات. الحقيقة إحنا بنحاول نقفل المحضر على أحسن وجه، بس الواد ده كان هيوفر علينا كتير قوي لو كان اعترف. هو لسه ما اعترفش؟ لا لسه سعادتك.
والظاهر كده انه له شريك بره بيحاول يبرئه من بقيه القضايا. على العموم احنا نعمل شغلنا كويس ونسيب النيابه والمحكمه يعملوا هما كمان شغلهم. تمام سعادتك. ايه؟ هترد على التليفون؟ لا دي مكالمه مش مهمه. يعني سيادتك سبت السجون؟ خساره والله. خساره ايه يا راجل؟ هو انا مكتوب عليا الشقه؟ كفايه عليهم لحد كده؟ انا قصدي يعني خساره للمساجين. اصل سيادتك بصراحه بني ادم مفيش منه. انا متشكر يا نادر، بس يعني انا اول مره اشوفك هنا يعني. اه اصل انا معدي بالصدفه فقلت اشرب فنجان قهوه. هو سيادتك متعود تيجي هنا على طول؟ يا سيدي من ساعه ما بطلت السجاير وابتديت اشيش باجي هنا 3 مرات في اليوم. اصل انا بيتي قريب من هنا. لا خلاص بقى، كل ما احب اشوف سعادتك ابعدي على هنا. يا ريت يا اخوي، بدل ما انا قاعد لوحدي تسليني. ايه اخبارك؟ ايه طمني عليك. الحمد لله، باخد مقاولات تشطيب فلل وهي ماشيه. طب عادي، انت ابن حلال وتستاهل كل خير يا نادر، وان شاء الله ربنا هيعوضك عن الايام السوداء اللي شفتها. عارف يا باشا، من ساعه ما كنت في السجن وانا مش عارف انت ليه بتعاملني كده. يعني ليه بعاملك كده؟ يعني سيادتك ظابط وانا مسجون. بص يا نادر، الظابط بيعدي عليه بني ادمين كتير جدا، بخبرته بيقدر يفرق ما بين المجرم والبريء. وانا من ساعه ما قريت الملف بتاعك حسيت ان انت دخلت السجن ده سوء حظ. سوء حظ؟ ايوه، اللي عملته ده ما يعيبكش. انا لو حد اتعدى على مراتي هعمل اللي انت عملته ده واكتر كمان. ايه يا نادر، انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا، دي صاحبه الفيلا اللي شغالين فيها دلوقتي. معلش بقى يا فندم انا اضطر استاذن. طب يلا يلا قوم شوف حالك، بس اشوفك تاني ان شاء الله. مع السلامه. متشكر. مع السلامه. الو. ايوه يا شادي، ايه اللي اخرك كده وكمان ما بتردش على التليفون؟ انا خلاص كنت هقوم امشي. معلش يا ضحى، انا اسف والله، اصل عملت حادثه صغيره كده بعربيتي، كنت بتكلم مع صاحبي العربيه الثانيه وسايب موبايلي في العربيه. يا خبر ابيض، حادثه ايه؟ طب طمني عليك، انت كويس؟ طمني يا حبيبتي، انا كويس، بس معلش مش هينفع ادخل بقى، لازم اودي العربيه دلوقتي التوكيل عشان يطمنوا عليها بعد الحادثه. بقولك ايه، انا راكن عربيتي بعد الكافيه بيجي 50 متر كده، ايه رايك تيجي معايا التوكيل وهو بالمره نقعد بعيد عن زحمه الكافيه؟ طيب ماشي. طيب انا جايه، بس المهم انك ما تاخرنيش، انا انت عارف لازم اكون في البيت قبل ما حمدي يرجع. ماشي، دقيقه واحده وابقى عندك. ايه ده؟ انا اصلي اخدت بالي انك متعوده تاكل البان. هو انت ايه، مفيش حاجه ما تاخدش بالك منها ابدا؟ انا باخد بالي من الحاجات اللي تخصك وبس. البان حلو قوي على فكره. بجيبه معايا مطار دبي، اصل وداني بتوجعني لما بركب الطياره. جبتلك شوية فسيخ ورنجة وبصل من اللي قلبك يحبهم يا ضحى. ضحى مساء الخير يا عادل بيه. قلت لك انت ماشي غلط، ما سمعتش كلامي. عموما دليل براءة حسين موجود على ازاز عربيتك، يا ريت تنزل تاخده قبل ما يروح كده ولا كده.
اكلمك تاني بعدين. سلام. ايمن قوم معايا بسرعه. خير يا باشا؟ فين؟ هفهمك واحنا نازلين على السلم. بسرعه تعال. عن اذنك يا باشا. يا باشا مش يمكن الموضوع ده فيلم عشان حسين يخرج الموضوع؟ جرى يا حصار، يعني واحد هيروح يقتل واحده مخصوص علشان يطلع حسين براءه؟ يا فندم. فندم ايه يا اخي؟ كده كده حسين معترف بقتل مراته، يعني مساعده اي حد له مش هتفرق معاه كتير. وبعدين ايه الصعب اننا نعترف ان احنا غلطنا؟ احنا غلطنا. بدل بقى ما نتمادى في الغلط ونروح في سكه ما نعرفش نهايتها ايه، لا نقف ونحاول نصلح الغلط ده. حسين قتل مراته؟ لكن حسين هو السفاح؟ لا، السفاح حر وطول الوقت عايز يقول لنا انه حر. ايه يا باشا، بس دي حاجه غريبه قوي. يعني انا لو مكانه كنت ما اصدق ان حد غيري شال القضيه. الكلام ده يا ايمن لو هو عايز يداري على جرايمه، انما اللي بيعمله السفاح ده من اول يوم بيقول انه عايز الناس تعرف وتهتم. طب ايه اللي يخليه يعمل كده سعادتك؟ او اجابه السؤال ده عنده هو شخصيا يا زياد. يعني سعادتك شايف اللي بيكلمك في التليفون ده هو السفاح فعلا؟ طبعا. خلي بالك ان هو ما اتكلمش في التليفون غير بعد ما احنا اعلنا ان احنا قبضنا على السفاح، علشان كده جيري علشان يحاول يثبت براءة حسين. والموضوع كده بقى بيتعقد اكتر سعادتك. فعلا، بس عشان نبسط الموضوع بقى نسيبنا خالص من موضوع حسين ده. سيبونا من موضوع حسين وخلونا نرجع تاني للمربع اللي كنا واقفين فيه قبل ما تتقتل هايدي مرات حسين. تمام سعادتك يا باشا، اتفضل. دلوقتي احنا عندنا ثلاث ضحايا، رشا هاشم وعبير محيي والضحية الثالثة المجهولة. سعادتك احنا شغالين على صاحبة الصورة وخلال يومين نكون عرفنا يا مين. مفيش يومين يا عصام، بكرة الصبح يكون عندي تقرير بكل المعلومات عنها. هي مين؟ ساكنة فين؟ بتشتغل ايه؟ مين اهلها؟ والاهم من ده كله، هل في رابط بينها وبين الضحيتين التانيين ولا لا؟ طول ما احنا مش قادرين نربط بين الجرائم دي وبعضها عمرنا ما هنقدر نعرف مين السفاح ده وبيعمل كده ليه. هاي، افتكر انك انت اللي واقف قدامي، مش انت برضو في العربية السوداء؟ طب استنى خليني اقلب نور لحسن اكون واقفة ورا حد تاني. مساء الخير يا نجمتي. هاي، ازيك؟ انا بصراحة مش مصدق ان انا شايف حضرتك دلوقتي، يعني ده كان حلم كبير بالنسبة لي. ميرسي، بس شكلك كده بكاش كبير. لا خالص، حضرتك اللي ما تعرفيش انا معجب بيك يا كبير. هتفضل واقف كده؟ انا ممكن افضل واقف كده العمر كله. مش قلت لك انك بكاش كبير؟ بس حقيقي مش هينفع يعني تفضل انت واقف وانا قاعده في العربيه. وبرضه ما ينفعش ان حضرتك تنزلي تقفي في الشارع، لان في ظرف خمس دقايق بس الشارع ده كله هيتملي ناس ومش هنخلص من المعجبين. طيب خلاص، لف واقعد جنبي يعني علشان اعرف اتكلم معاك براحتي. اوكي. فاكرة إنك أكبر من كده. دي حاجة وحشة؟ لا 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 لا، بس يعني أنت صغنن على إنك تبقى منتج وصاحب شركة وصاحب استوديو ومحطة. أصل أنا ابن وحيد وبابا الله يرحمه توفى من 3 سنين وساب لي مبلغ مش بطال. ولما حضرتك هتعرفيني أكتر هتعرفي إن الفن بيجري في دمي من وأنا صغير. فلما جيت أعمل بيزنس كنت عارف انا هعمل ايه. ايوه فهمت. لما نروح الشركه ان شاء الله هوري حضرتك خطه الانتاج الخمسيه. يا رب تعجبك، خصوصا ان حضرتك ليك نصيب الاسد فيها. طب هي الشركه فين؟ بعيده عن هنا؟ للاسف بعيده شويه. انا عارف طبعا ان انا حطيت حضرتك في موقف بايخ بالوقفه دي، بس غصب عني عربيتي قتلت في الشارع ده
انت عارفه العربيات دي كلها كمبيوتر وما ينفعش اي حد يلعب فيها. عارفه بس ما تقلقيش، انا بعت السواق يجيب العربيه الثانيه مش هتاخر. ماشي، بس يعني ما ينفعش، خلينا نتحرك ولما يجي السواق يبقى يحصلنا. مش عايزه اتعبك. يا سلام، لا تعب ولا حاجه. اوكي طيب، تحب نروح الاستوديو الاول ولا الشركه الاول؟ ايه اللي يريحك؟ انا بصراحه حابب افرج على الاستوديو. خلاص يبقى الاستوديو. هو فين؟ هو للاسف مش قريب. بابا الله يرحمه كان سايب لي حته ارض صغيره كده، فبنيت عليها بلاتو سينما واستوديو صوت وجهزتهم باحسن المعدات. عارف انا بقالي قد ايه ما دخلتش استوديو؟ ان شاء الله هتدخلي وتنوري وهتعملي احلى شغل. ثانيه واحده. الو، ايوه احمد، انت فين؟ طيب هات العربيه وتعالي على الاستوديو. يلا ما تاخرش. سلام. اتحرك؟ بس ثانية واحدة أجيب شنطتي من العربية فيها فلوس وأوراق مالية. ماشي. يلا بينا. أنا مش فاهم. أصل بابا الله يرحمه كان دبلوماسي واشتغل فترة طويلة في سفارتنا في باريس وله صحاب كتير فرنساويين. فهمت. لما كنت هناك الأسبوع اللي فات قابلت واحد منهم واداني هدية مش ممكن تلاقيها في السوق. والله؟ إيه هي بقى؟ ليكار. اول ما اداها لي قلت لازم افتحها في مناسبه مهمه، ما لقيتش طبعا اهم من ان اقابل عزه كامل واشرب معاها في صحن رجوعها تاني للساحه الغنائيه. مازن، عارف انا بموت بالليكر. عارف. يا سلام، عارف ازاي يعني؟ انا اعرف عنك كل حاجه. عارفه انه ينفع توصلي؟ طبعا. او انا بقى مجنون عزه كامل. تحب افتح لك تدويها؟ لا لا، ما ينفعش انا بسوق. طيب ممكن حضرتك تركني على جنب واسوق انا عشان تعرفي تشربي. ايه رايك؟ مثلا انت غريب يعني. ماشي. طب قول لي بقى ازاي هتشرب وانت سايق؟ هبقى اشرب لما اوصل الاستوديو. يعني ايه؟ يعني انا اشرب لوحدي؟ الازازه دي انا جايبها على شرفك يا ست الكل، ونمر عليا مش عايز اي حد يلمس منها نقطه ولا حتى انا. مش هينفع، لازم تشرب معايا. دقيها بس وساعتها انت اللي مش هترضي تديني منها حاجه. قلت ايه؟ هي فين؟ ايه؟ جربي. طب بص، انا هدوقها يعني حابه كده وبعد كده نبقى نكمل مع بعض. اوكي. شفت لك؟ باشا فوت. حاضر يا باشا. اخلص يلا مستعجل. حاضر يا باشا. حاضر. مية اتنين وتلاتين يا باشا. امسك. حاضر، لحظة بس اجيب لحضرتك الباقي. We'll be right back.
عارف اني غلطت لما جيت بعربيتها يعني، بس هعمل ايه؟ خفت ما ترضاش تركب معايا وتقول لي امشي وراك بعربيتي. على العموم انا داريت العربيه كويس ومحدش هيقدر يشوفها. خلصنا منها حاجه تقرف. بس ايه رايك يا ست الكل؟ كناهم ما عرفوش يمسكوا علينا غلطه واحده. اه يا اخويا كناهم، بس بعد ما وكلناهم كل واحد مروح بظرف فيه مبلغ قد كده، ولولا المبلغ ده كانوا اتلككوا على اي حاجه. طب وماله؟ يا بخت من نفع واستنفع. يوه انا نسيت ابص على باقي البوسطه. كل اللي شفته الصبح كان فواتير وناس عايزه فلوس. على الله بقى يطلع وشك حلو ونلاقي شيك تبرعات ولا حاجة. خلاص لو طلع فيه فلوس يبقى ليا نصيب مدام نسرين. الحالة اللي انت فيها دي مش هتنفع. انا عايزك تهدي وتركزي وتحاولي تفتكري كويس. حاضر. مدام عزة ما حكتلكيش اي تفاصيل عن طبيعة المشوار اللي كانت رايحاه ده؟ لا خالص، اصل مامي كانت طول عمرها تحب تعمل لي مفاجآت. يعني تفتكري ان المشوار ده كان عشان حاجة تخصك؟ معرفش، هي ما قالتليش غير اللي انا قلته لحضرتك. بس مش غريبة يعني ان انت ما لاحظتيش غيابها الا لما الصورة وصلت لك؟ ما انا قلتلك اني كنت بايتة في الملجأ. ما كلمتيهاش في التليفون حتى؟ كلمتها وكان مقفول عادي، مامي متعودة تقفل الموبايل كتير. وما فيش حد في البيت لاحظ غيابها؟ احنا عندنا بس شغالة واحدة بتجي الصبح وبتمشي اخر النهار، وبعدين مامي متعودة تخرج في اي وقت وترجع في اي وقت. هي خرجت بعربيتها مش كده؟ اه. عندها سواق؟ لا، حاولت اقنعها كتير تجيب سواق بس ما كانتش بترضى. هي مامي كده، ما بتحبش الخنقه وبتحب تبقى براحتها. طيب تفتكري ان اللي حصل ده ممكن مثلا يكون حصل بغرض السرقه؟ معرفش، بس عربيه مامي مش جديده ومش غاليه، يعني ما حدش ممكن يطمع فيها. وبعدين مامي ما كانتش بتخرج بدهب كتير عشان بيعمل لها حساسية. طيب حاجة أخيرة، لأن أنا الحقيقة مش عايزة أتعبك، هل في بينك أنتي أو الست والدتك أي عداوة مع أي حد تخليه يفكر يعمل كده؟ لا طبعا، إحنا ناس محترمين وعلاقتنا بالدنيا كلها زي الفل. وبعدين بدل ما نضيع وقتي ووقتك في أسئلة ملهاش لازمة، دوروا على اللي عمل كده وهاتوه. مدام نسرين احنا عارفين شغلنا كويس، بس حضرتك علشان نقدر نعمل شغلنا لازم انت كمان تساعدينا بكل المعلومات اللي عندك. انا كل اللي عندي قلته. طيب سؤال اخير، يا ترى انت كنت تعرفي اي حد من الضحايا اللي قتلهم السفاح ده؟ لا. ولا اي حد من اهاليهم؟ والله انا ما عملتش لكل واحده فيهم كشف عيله عشان اعرف. ممكن امشي بقى ولا في حاجه تانية؟ ما
بقالكوا 4 ساعات بتحققوا معايا زي ما اكون متهمه. لا متهمه ايه لا سمح الله. لا ممكن تمشي. اتفضلي حضرتك واحنا لما نعوزك هنكلمك. اتفضلي. ما تسبليش بعينيك كده لحسن والله العظيم ما اقوم ابوسك قدام الناس دي كلها ولا يفرق معاك. قتلت الستات دول ليه؟ أني ستات؟ دول يا ساتر ده مين اللي عمل كده؟ حاجة بشعة جدا. ده انت ناوي تستهبل بقى ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. ايه رأيك؟ انت ده ولا اخوك التوأم؟ انا فعلا. بس الصورة دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصورة دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول. بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتولة اتبعتت لبنتها. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات ودي جريمة مش بسيطة. انا عارف انها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها أي حاجة؟ إزاي مفيش فيها أي حاجة؟ أنت متصور فيها مع الضحية. وأنا ما أنكرتش، بس أنا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها.
يعني عنصر الإجبار مش موجود. ولو فرضنا إن في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالأقرب بقى إن عزة تكون هي اللي خطفاني مش أنا اللي خطفها. يعني يا نادر أنت مرتب نفسك قوي. ساعدتك حط نفسك مكاني. أنتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد إن اتصورت معها. لا وإيه؟ عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيع. كل ده عشان خاطر صورة؟ مش عشان صورة. زي ما أنت مرتب نفسك قوي، إحنا كمان مرتبين نفسنا. أنا مش فاهم ساعتك. هتفهم دلوقتي. أدخل. تعال يا سلطان. أوامر سعادتك يا باشا. أنت شغال في البنزينة اللي في طريق الواحات في 6 أكتوبر مش كده؟ أيوة يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل أنت قلت إنها جت عندكم البنزينة ومونت عربيتها. أيوة حصل سعادتك. طيب أنا عايزك بقى تحكي لي كل حاجة بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربية. شاب إيه؟ سايق العربية يا باشا. سايق العربية؟ آه. كمل. والست عزة كانت قاعدة في الكرسي اللي جنبه. وأنت كلمتها؟ لا يا باشا، دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا إنها كانت سكرانة مبلبعة حاجة ضربة أي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبة عن الوعي. اكتر من كده يا باشا، بقول لحضرتك مش هنا، مسافرة بعيدة يا باشا. طب قول لي يا سلطان، تحت امرك، هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربية؟ هو يا باشا. هو متأكد؟ متأكد. طيب يا سلطان، تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا. شكرا سيادتك يا باشا. ايوه يا بنتي طبعا متأكدة. هو طلع سفاح يا اختي، كله من قرب. مش عارفه والله هعمل ايه. بفكر اروح للبوليس واحكي لهم، بس خايفه يسيحوني. نهار اسود ونايم. صدقي ما جاش في دماغي الحوار ده خالص. افرض صحيح هرب منهم وجه قتلني. لا يا اختي انا ماليش فيه اساسا، وبعدين ان هما مدام قبضوا عليه يبقى حكايتي دي ما تهمهمش في حاجه، مش كده؟ ربنا يستر بقى. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهه الخطف موجوده. الضحيه تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام. فين بقى العربيه بتاعتها؟ بلاش. ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانه، خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها، او انها كانت سكرانه زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمه يا عادل بيه؟ مرحله المحكمه دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمه عاوزه قضيه، وسعادتك ما فيش عندك قضيه. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت، جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. وبعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل، جبت منين الكلام ده؟ من الصور. الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادله ادانه على جريمه قتل. سعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمه قتل محتاجه جثه وسلاح جريمه ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحده من دول. يعني ببساطة مفيش عندك قضية أصلا، وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الآخر برضو هتخرجني. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي، ومش هسيبك. تقدر تقول لي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش. ايه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمه طالعه من فيلم امريكاني، المجرم داير يخطف في الستات ويقتلهم كده غلاسه؟ انا كان نفسي يا نادر انك تتعاون معايا، لاني بجد
عاوز اساعدك. انت اللي اخترت الطريق الصعب، انت حر، بس في الاخر مش هتلاقي حد تلومه الا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. ايه يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجة واحدة عايزين نتكلم عنها احنا الاتنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ ده مش انا قلتلك قبل كده جرب تحكيلي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يقون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا لا لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. ولسه سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يقون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقه عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز لك. رجعوا الحجز. يا ايمن، انا عايز اعرف كل حاجه عن اللي اسمها حنين دي في اسرع وقت. يعني انت عاوز تنكر شهادة الميكانيكي؟ وانكر ليه؟ هي تهمة؟ انا فعلا كنت بروح اصلح عربيتي عند الميكانيكي ده، بس متهيألي يعني ان دي مش جريمة على قد ما انا فاهم. وما لقيتش غير الميكانيكي اللي تحت بيت رشا الضحية الاولى يا نادر؟ بس انا كنت عاوز ميكانيكي كويس والناس دلوني عليه. ولما هو كويس ليه ما صلحلكش العربية من اول مرة؟ ولا انت بقى كنت بتعمل اي حاجه في العربيه عشان تتلكك بيها وتروح له؟ بتلكك ليه بس سعادتك وانا عايز اضيع وقتي؟ هي العربيه اللي كانت بتعملها معايا كل شويه. وده سبب ادعى انك كنت تشوف ميكانيكي غيره طالما لقيته مش عارف يصلحها؟ اكبر غلط سعادتك. الصناعيه زي الدكاتره بالظبط، طالما ابتديت مع واحد لازم تخليك معاه لغايه ما مشاكلك كلها تتحل، لانه بيبقى ادرى واحد بيها. يا سلام. لكن كل شوية هتروح لواحد وتبدأ من أول وجديد، ده غلط، مضيعة للوقت وللفلوس. ولا الاستهبال ده مش هينفعك كتير. استهبال ليه بس سعادتك؟ ما أنا بجاوب على أسئلتك أهو. ولا سعادتك عايز تتهمني بقتل بنت لمجرد إن بصلح عربيتي عند الميكانيكي اللي تحت بيتها؟ لو موضوع كده بقى لموا زباين كل الميكانيكي ده واحبسوهم معايا. بس كل زباين الميكانيكي ده مفيش ضدهم شواهد في قضايا تانية يا نادر. ولا انا في شواهد ضدي كلها مصادفات. وبعدين من ساعتك قابلته يعني اكيد قالك ان انا رحت له بعد اختفاء البنت.
مش كده؟ آه قال لي. طب لو أنا بقى بروح له عشان أخطف البنت زي ما سعادتك بتقول، إيه اللي هيخلينا أروح له بعد ما عملت اللي أنا عاوزه؟ شفت بقى إن سعادتك ظلمني يا عادل بيه؟ أنا راجل حظ وحش، أدي كل الحكاية. وإيه حكاية العربيات اللي كنت بتأجرها دي؟ إحنا جالنا أصحاب 4 مكاتب تأجير عربيات، كلهم قالوا إنك اتعاملت معاهم في الفترة الأخيرة. حصل، بس برضو تأجير العربيات مش جريمة عشان سيادتك تتكلم عنها كده. ولو حد فيهم قال إن كلت عليه الإيجار أو خبطت عربية وما دفعتش تمن تصليحها أو أخدت عربية وما رجعتهاش، هنا يبقى فيه جريمة وتهم. بطل السعبات ورد علي يا عدل. إيه اللي خلاك تأجر العربيات الكتيرة دي في الفترة القصيرة دي؟ أنا شخصية ملولة سعادتك وبزهق بسرعة، وشغلي في التشطيبات بيخليني أروح أماكن مختلفة، وكل مكان ليه العربية اللي تناسبه. يعني مثلا اللي شوارعه مسفلتة غير اللي شوارعه مكسرة، اللي جوه البلد غير اللي في الصحراء. بقى كده؟ أيوة سعادتك. على فكرة إيهاب بيه الضابط بتاع السجن اللي انت كنت فيه بيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه، راجل ابن حلال مصف. لما غريبة يعني انه يبعت لي سلام مع سيادتك رغم انه لسه مقابله قريب في الكافيه اللي هو بيقعد فيه، مش كده؟ مظبوط. بس سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة بتخفى عليك. لا ما بيخفاش، وعشان كده أنا عارف إن ضحى الضحية التالتة ضحى كانت موجودة في نفس الكافيه في نفس التوقيت. سبحان الله، مش معقولة كل دي صدف في نفس الوقت. بس الحمد لله بقى صدفة المرة دي جت في صالحي. إزاي بقى يا زكي؟ مش الشاهد بتاع سيادتك بيقول إن أنا قابلته وكنت قاعد معاه؟ يعني ما كنتش قاعد مع الضحية، والشاهد المرة دي إيه؟ ضابط زميلكم. آه بس الشاهد ده قال ان هو اللي شافك في الكافيه وهو اللي نده عليك، يعني انت كنت رايح الكافيه لسبب تاني. مش ممكن برضو يا نادر يكون السبب التاني ده انك كنت رايح تقابلها؟ والله كلام سيادتك معقول وهفترض انه صح. ليه البنت ما جاتليش؟ او ليه انا ما رحتلهاش بعد ما خلصت قعدتي مع حبي؟ عاوز تقول ان دي برضو صدفة؟ طبعا، بس انا عاذر سيادتك في شكك فيا. ده لو في واحد عايز يلبسني القضية دي مش هيقدر يجمع كل صدف. مش كده بذمتك؟ بس الحمد لله البلد فيها قانون ما بياخدش بالصدف ولا بالشبهات، بياخد بالقرائن والأدلة، وإلا بقى كان الواحد راح في داهية. قصدك ايه؟ قصدي ان انا خارج عادل بيه، وسيادتك عارف كده كويس. جايز تكون الحكاية دي مضايقاك وعندك حق بصراحة، بس الحق أحق أن يتبع، وأنا هغرب وسيادتك هتبدأ من الأول. عايز نصيحتي يا باشا؟ ما تدورش ورايا، أنا مش هتوصل لحاجة، دور في سكة تانية يمكن توصل. طب ما أنا كل ما بفتح سكة تانية يا ابن الحلال انت بتقفلها. انا كل ما بسألك عن مراتك ما بترضاش تتكلم، ليه؟ كلامي لا هيقدم ولا هيأخر، انا متأكد ان سيادتك هتوصل للحقيقة من غيري، بس احنا مسألة وقت، ولغاية الوقت ده ما يعدي انا ما عنديش حاجة. ما هو مش ممكن تكون كل دي صدف يا نادر، قول كلام معقول. يا فندم سيادتك سيدي عارفين ولا حاجه من دول تاركه لانها تكون شبهه ضدي. بعدين مش معقول تكونوا عايزين تحاكموني لمجرد وجودي في اماكن ليها علاقه بالضحايا. احنا مش بنحاكمك، بس كمان وجودك المتكرر ده بيثير علامات استفهام، والشك يفصل لصالح المتهم. وبعدين الداخليه ما قدمتش ولا دليل واحد ضدي ولا حتى دافع يخليني ارتكب كل الجرائم دي. والداخليه دي هتستقصدك ليه؟ انا ما قلتش كده يا فندم، بس يعني هما ما صدقوا مسكوا في حاجه يفسروا بيها كل الجرائم اللي بتحصل دي. لكن القانون ما بياخدش غير بالادله، وانا بعد اذن سيادتك عايز اثبت في التحقيق ده اني بتقدم بطلب لمعالي المحامي العام، بطلب فيه اخلاء سبيلي لاني محتجز بدون وجه حق. وماله يا نادر؟ حقك. اكتب يا ابني.
ويجدد احتجاز المتهم لمدة 24 ساعة لحين استكمال تحريات الشرطة، وينبه على الجهات المختصة بسرعة عمل تحريات لرفع طلبه لإخلاء سبيله إلى معالي المحامي العام للبت فيه. تعالى روح أنت. ممكن تتفضل يا أيمن تكمل اللي كنت بتعمله. ماشي ماشي على إذن سيادتك. تفضل. تعالى نادي راح. هنا يا باشا؟ أنا أصلي تعبت من قعدة المكتب، فقلت أريح هنا شوية. تعالى أوضعت القعدة لسه هتطول. شكرا. تشرب حاجة؟ شكرا يا بنا. نادر أنت مش ناوي بقى تخلص لعبتك دي؟ لعبتي يا فندم؟ أنا مش فاهم سيادتك. عارف مين اللي كان عندي لسه دلوقتي؟ لسه خارج من المكتب حالا. سعيد. سعيد مين؟ صحيح، ده انت تلاقيك ملحقتش حتى تسأله عن اسمه. سعيد ده اللي انت خليته يصورك انت وعزة كامل بالموبايل بتاعك، وبعد كده خدت الصورة ونزلتها على الفيسبوك. سكت يعني؟ بتدور على حكاية تألفها؟ لا ابدا يا باشا، انا عندي حكاية جاهزة. انا فعلا خليت الاخ اللي اسمه سعيد ده يصورني مع الست عزة، بس ممكن اقول لسيادتك ان بعد كده الموبايل بتاعي ضاع او اتسرق، ومعرفش مين اللي خد الصوره ونزلها على الفيسبوك. بس انا مش هعمل كده، وهفضل صريح مع سيادتك لغايه الاخر. ايوه انا اللي حطيت الصوره على الفيسبوك، وانا ما بحبش في حياتي اكتر من الصراحه. عشان كده نادر نفسي تكمل معايا وتقول لي طب عملت كده ليه، وليه عايزنا نوصل لك؟ لا ابدا يا باشا، الحكايه مش كده خالص. انا بس كنت فرحان بصورتي مع الست، وعاوز الناس كلها تشوفها ويعرفوا اني قعدت معاها واتكلمنا وكده. واتكلمنا وكده. انت عارف عزة كامل دي عندها كام سنه؟ بس نجمه ومشهوره وندبل الورد ريحته فيها يا باشا. انت عايز ايه يا ابني من ورا اللي بتعمله ده كله؟ ما تيجي معايا في العيد الاحسن. انا مش عاوز حاجه، سيادتك اللي عاوز توصل للحقيقه، لكن اللي انا عاوزه وصلت له خلاص. اللي هو اني شفت الست عزه وتصورت معاها. بقى كده يا نادر الدور بقى على سيادتك، هتعمل ايه عشان توصل للحقيقه؟ بصراحة عاوزك تساعدني. يا ريتني كنت أقدر سيادتك، ما كنتش أتأخر. أنت بتلعب بالنار يا نادر، وبسرعة تحرقك. أوعى تفتكر يعني عشان أنت محامي وفاهم قانون إنك هتقدر تفلت باللي أنت عملته ده. أنا ما عملتش حاجة محتاجة محامي. أنا حطيت صورتي على الفيسبوك زي كل الناس ما بتعمل. بس من حساب وهمي. زي ناس كتير برضه. أنا ما انتحلتش صفة حد. أنا سميت نفسي طائر الليل الحزين. سيادتك بقى ممكن تحبسني لو طائر الليل الحزين ده اتهمني إن انتحلت شخصيته. يا دي الصياعة اللي أنت فرحان بيها دي، هتندم عليها بعدين والله. أنا ما عنديش حاجة أندم عليها يا باشا، وصدقني سيادتك بتضيع وقتك في التدوير ورايا، لأنك مش هتوصل لأكتر من اللي وصلت له. ماشي. عسكري. ماشي يا نادر، خدوا رجعوا الحجز. طب انت مين؟ ادخل.
ايه يا ايمن؟ لحقت وصلتوا لحاجة؟ لا يا باشا للأسف، بس جواب ده جل سعادتك. طب وما سبتوش ليه لغاية ما تعرضوا عليا مع البوسطة؟ أصل يا باشا شبه الجوابات اللي بيجي فيها صور الضحايا، نفس الظرف ونفس المقاس ونفس الاسم والعنوان مكتوبين على الكمبيوتر. وريني كده. سامع الستار يا باشا. صباح الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. ايمن يا باشا، شوف زياد وعصام وساعدهم في اللي انا طلبته منه. تمام سامع. ممكن افهم سعادتك ايه الموضوع بالظبط؟ هدي اعصابك كده وتفضل اقعد وانا احكي لك على كل حاجه. اتفضل اقعد. مدام مروة مرات حضرتك مالها؟ فين؟ فين؟ في المستشفى مع مامتها. ليه سعادتك؟ متأكد؟ طبعا متأكد، ده انا لسه كنت نازل رايح لهم. سعادتك بتسأل ليه؟ طب ممكن تقول لي حضرتك دي صورتها ولا لا؟ الطريقة دي مش هتنفع يا أستاذ حسام. يعني سعادتك عايزني أعمل إيه بالظبط؟ أنا مراتي مخطوفة وبين الحياة والموت، عايزني إيه؟ أتحزب وأرقص؟ خد بالك من كلامك يا أخ حسام. أنا مقدر صعوبة الموقف اللي أنت فيه. لو سعادتك مقدر صعوبة الموقف رجعولي مراتي. ساعدني علشان أرجعها لك. والله اللي أنا أعرفه قلته. أنت ما قلتش حاجة تقريبا لغاية دلوقتي. انت عايزني يا سعادتك اقول اي كلام وخلاص؟ لا ما تقولش اي كلام وخلاص، بس ممكن تقولي تفسر بايه ان الجاني غير طريقته؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا متعودين ان بيوصلنا صور لجثث الضحايا بعد قتلهم، ومدام مروة مراتك اول واحدة تجينا صورتها وهي لسه على قيد الحياة. ما عنديش تفسير. بدل ما تشغل بال سعادتك بالحكايه دي، يا ريت تدوروا عليها وتوصلوا لها قبل ما تحصل اللي قبلها. بص يا حسام، بص، التفسير الوحيد للحكايه دي ان المجرم عايز حاجه منك انت، انت بالذات، وعشان كده احتفظ بمراتك عايشه عشان يساومك على حالاتك. كلمة ممكن أكون الضحية الخامسة معناها إننا ممكن نلحقها لو عرفنا هو قصده إيه. ما تتكلم بقى يا حسام. أنا اللي عندي قلته. تقدر تقول لي ايه علاقتك بالمتهم اللي احنا ماسكينه؟ معرفوش. واهالي الضحايا برضه ما تعرفهمش؟ الدكتور محي ونسرين وهاشم وحمدي. يعني في بعضهم معارف ليا زي الدكتور محي ومدام نسرين. معارف؟ معارف بس؟ أيوة. أنا بيتهيألي العلاقة أكبر من كده. تقدر تقول أصحاب، شركاء. عادل بيه، أنا صاحب شركة سياحة ورأس مالي المعارف والعلاقات. وهاشم وحمدي
ما اعرفهمش. يا راجل ده هاشم ما بيسافرش اي حته بره مصر الا عن طريق شركتك. هو سعادتك عاوزني احفظ اسامي وعناوين الناس الزباين اللي عندي؟ لا عندك حق. طب قولي، هل في مشاكل بينك وبين مراتك؟ بالعكس احنا بنحب بعض جدا. امال ليه يا اخي مش عايز تساعدنا عشان ننقذها؟ انا؟ ايوه انت. ازاي؟ شوف يا حسام، مراتك لغايه دلوقتي لسه عايشه، ولو جرى لها حاجه هيبقى ذنبها في رقبتك انت. علشان كده احسن تقولي قبل ما تتصرف بطريقه تندم عليها بعد كده. انا مش فاهم حضرتك عاوز مني ايه بالظبط. عاوز الحقيقه، يمكن نقدر نلحق مروه. حقيقه ايه؟ ايه اللي بينك وبين اهالي الضحايا التانيين؟ وايه اللي يربطكم بنادر خلاه يعمل فيكم كده؟ وايه علاقتكم بمرات نادر وموتها؟ انا معرفش حاجه عن اللي حضرتك بتقوله ده، ولو سمحت من فضلك لو مش عارفين توصلوا لمروه سيبوني امشي، يمكن اقدر الحقها وانقذ حياتها. براحتك يا استاذ حسين، بس حكايه تمشي دي انساها دلوقتي، عشان انت هتستنى عندنا هنا حبه. امر يا باشا. خد يا ابني الاستاذ حسام وقعده في اوضه سبعه لغايه ما عوزه. حسام راجع نفسك، فكر كويس قبل ما يفوت الاوان. ابراهيم خليهم يجيبوا لي نادر من الحجز. شفت بقى، عشان سيادتك ما كنتش مصدق اني بريء، اهو ربنا ظهر الحق اهو. حق ايه يا نادر؟ براءتي يا عادل بيه، هو في دليل براءة احلى من كده؟ جريمة جديدة حصلت وانا مقبوض علي عندكم. ما حدش يقدر يقول انها حصلت وانت هنا. هي اي نعم ظهرت وانت هنا، لكن حصلت امتى حدش يعرف. يا عادل بيه، مش سيادتك بتقول ان الست دي اتشافت اخر مره في المستشفى عند والدتها يوم ما اتقبض عليا؟ اه، بس ممكن تكون خطفتها قبل ما يتقبض عليك. يا ده سيادتك واخد فيا الم كبير قوي. انا راجل غلبان يا عادل بيه، بس تعرف سيادتك انا لو مكانك كنت شكيت ان اللي خطف الست دي مش هو اللي خطف الستات والبنات التانيين. فعلا؟ ليه؟ لأنه لأول مرة ما يبعتش صورة جثة. بذمتك مش غريبة؟ وجايز كمان كنت أفكر إن اللي عمل الجريمة دي حد بيقلده أو بيحاول ينقذه مثلا. بس تعرف سيادتك إيه اللي خلاني أرجع عن الفكرة دي؟ إيه؟ الصورة دي. الصورة دي متصورة بنفس الطريقة اللي اتصورت بيها بقية الصور، والمكان اللي متاخدة فيه هو نفس المكان اللي في الصور التانية، حتى الورق اللي مطبوع عليه الصورة من نفس الخامة. اللي عمل الجريمة دي هو اللي عمل بقية الجرائم مع عادل بيه. أنا برضو قلت كده. طبعا هو حاجة زي دي هتعدي على سيادتك برضو، ده سيادتك أستاذنا. Thank you.
اخرتها يا نادر؟ ولا حاجة. أنا دلوقتي موقفي بقى أقوى من الأول، ولما هروح النيابة كمان شوية النيابة هتديني إفراج، وسيادتك بقى هتكمل شغل على القضية لغاية لما توصل للمجرم الحقيقي. قصدك لغاية لما أوصل لدليل إدانتك؟ ما قلتلك سيبك مني يا عادل بيه. إلا صحيح، هو سيادتك لسه ما وصلتش لحاجة تربط الضحايا دول ببعض؟ يعني تقدر تقول قربت. تمام، ونصيحة يعني لو تقبلها من أخوك الصغير خليك ماشي ورا السكة دي أحسن. وطلب مني لو تقبله من أخوك الكبير ما تساعدني ينوبك ثواب. يا ريتني كنت أقدر أساعدك والله، ما كنتش أتأخر. سيادتك ما تعرفش معزتك عندي عاملة إزاي، بس أوعدك يوم ما أعرف حاجة ممكن تساعدك وتوصلك للحقيقة مش هتأخر. أظن بقى دلوقتي يعني الكلام بينا خلص، ويدوب أروح أريح في الحجز شوية قبل ما أروح النيابة وأطلع إفراج. ماشي يا نادر، بس خليك فاكر إن بعد ما تروح النيابة وتطلع إفراج إحنا برضو هنتقابل تاني. ده يشرفني عادل بيه. والله ربنا كبير يا سيدي، حد يصدق ان ماما بعد ما كانت بتموت وكل الدكاترة قالوا ان السرطان خلى حالتها متأخرة جدا ومفيش منها امل ترجع بصحتها تاني؟ الحمد لله والله. بس والله ربنا يكرمه الدكتور ده، شوف هو صحيح خواجة لكن قلبه في رحمة على العيانين اكتر من كل الدكاترة اللي لفينا عليهم في مصر. تلكونا هيموتوها يا جدع. هو صحيح علاج جديد لكن هيبقى رسمي خلاص بعد المؤتمر اللي الدكتور هيروحه الشهر الجاي. انا حتى بلم له شويه حاجات كده شبه حاله ماما واروح له بكره اعرضها عليه، وهو كله بثوابه صراحه. يعني بعد ما شفت النعمه اللي بقت فيها ماما نفسي اساعد كل الناس. خلاص اوكي، مع السلامه. مع السلامه يا استاذ. انا اسفه جدا بس انا سمعت حضرتك بتتكلم في التليفون غصب عني والله سمعت. ممكن اسالك عن حاجه؟ تحت امر. سمعت حضرتك بتتكلم عن علاج جديد عن الكانسر، وانا والدتي عندها كانسر والدكاتره حاولوا معاها وملهاش علاج. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيها يا رب. ينفع اعرف العلاج ده ايه نظامه؟ ده خبير اجنبي بيعالج بحاجه جديده اقوى بالكيماوي. طيب هو ده ليه نتيجه يعني؟ انا امي كانت منتهيه خالص ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الحمد لله. طب انا اقدر اوصل له ازاي؟ بصي هو في اسكندريه وانا رايح له بكره، وبلم دلوقتي شويه حالات كده عشان اعرضها عليه. لو تحب تجيبي ورق والدتك وانا اعرضها عليه بكره معاكم. لا 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 سيبك من موضوع الورق، انا لو ما يضايقكش ينفع اقابله بنفسي؟ ينفع اجي معاك؟ طب اسمعي، بكره الساعه 8 الصبح تقابليني في ميدان الرمايه ونروح مع بعض. اوكي، بس يا ريت تخلي الموضوع ده سر، يعني ما تقوليش لحد في المستشفى هنا ولا حتى تقولي لمامتك وتديها امل على ما نشوف الدكتور بس هيبقى رايه ايه. لا مش هقول لاي حد اي حاجه، هستنى حضرتك بكره ان شاء الله. طب دي مشكلة مش عارفة هنعمل ايه. طب احنا كده ممكن نتوب من بعض فعلا. طيب تحب تخليها يوم تاني؟ ممكن تيجي معايا الاسبوع الجاي، انا بروح كل اسبوع. لا 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 اسبوع ايه، انا ما اقدرش استنى اسبوع كمان. طب انا عندي فكرة، احنا ممكن نروح بعربيتي ونسيب عربيتك هنا ولما نخلص ابقى ارجعك تاني. والله فكرة كويسة جدا، بس بعد اذنك بقى سيبي عربيتك وتعالي معايا في عربيتي، ما يصحش يعني تفضلي سايقة طول الطريق كده وانا قاعد جنبك. قلت ايه؟ خلاص اتفقنا، هجيب شنطتي واقفه العربيه. اتفضل. اتفضل. والدة حضرتك جربت الاشعاعي كمان؟ يوه، جراحة والكيماوي والإشعاعي حتى العلاج بالأعشاب جربته لغاية لما قابلت الراجل ده. هو
وانت استاذ ياسر مطمن له قوي كده؟ جدا، ده عالج حوالي 4000 حاله كلهم كان ميؤوس منهم. يا رب نجح نشوف ماما على ايده يا رب. كده يا فندم. اشوف وشك بخير يا عادل بيه. اوعى تفتكر انها خلصت كده. انا مش هسيبك. انا عارف يا عادل بيه، بس الاخر مره هقولها لسيادتك، سيبك مني ودور على الحقيقة. لأنك قربت توصل لها عن إذنك. يا ترى ممكن نمشي احنا كمان يا عادل بيه؟ ولا لسه في حاجة تانية؟ لا خلاص مفيش، ممكن تمشوا. أنا بس حبيت إنكوا تشوفوا بعينيكوا نتيجة اللي انتوا عملتوه. لازم تفهموا حاجة مهمة قوي اللي أنا معرفتش أفهمه منكم وأعرفه بمزاجكوا أعرفه غصب عنكم. ساعتها بقى احسبكوا حساب عسير. يا ريت يا عادل بيه الشده دي تتعامل بيها مع المجرم مش معانا احنا. عن اذنك. يلا بينا يا جماعه. حد هيفتح بقه بكلمة واحدة هيموت قبل ما يشوف نتيجة اللي قاله، فاهمين؟ مفيش حد يتصل بيا ولا بأي حد من المجموعة لحد ما أنا أكلمه. طب واللي حصل يا حسام بيه؟ مالكوش دعوة، أنتوا ناسيين إن أنا حصل اللي حصل لكم ولا إيه؟ كل واحد في بيته، استنوني لحد ما أكلمكم. اسف يا أبجد باشا على التأخير، بس أنا اضطريت ألف في شوارع كتير عشان لو في حد قاطرني ولا حاجة. ولا غيرك يا حسام، أنا شغال مع سعادتك بقالي سنين طويلة، حافظ سرك وبعد عنك كل العيون. وأنا ما أنكرتش ده يا حسام، لكن لما تبقى مراتي حياتها تمن للشغلانة اللي احنا بنشتغلها دي يبقى أنا آسف. قصدك إيه؟ قصدي ان سعادتك لازم تحمي مراتي زي ما انا حميتك السنين دي كلها. وانا قلت لك يا حسام ما تقلقش، احنا حاطين عيننا على الواد ومش هنسيبه لغايه ما مروه ترجع بالسلامه. الكلام ده ما ياكلش عيش يا باشا، انا عاوز مراتي ترجع بيتها. اذا كنت سعادتك مش قادر تعمل كده سيبني انا اتصرف واعمله بطريقتي. بطريقتك ازاي؟ سعادتك الولد ده اللي خطف مراتي ليه ما قتلهاش لحد دلوقتي؟ لانه عاوز يساومني على عاوز حاجه مني. فسيبني سعادتك اتصرف معاه واوصل معاه لاتفاق. ولو انا تمن حياه مراتك هتتصرف ازاي؟ ان شاء الله مش هنوصل للنقطه دي. ولو حصل يا باشا ساعه الجد رقبتي سداده، انا اشيل الشيله كلها لوحدي بس مراتي تعيش. قلت ايه يا باشا؟ قلت ان اعصابك تعبانه وانت محتاج ترتاح. مش فاهم قصدي سعادتك ايه يا باشا. مش هقدر انفذ لك اللي انت عاوزه. في امان الله يا باشا، في امان الله. وانا ان شاء الله هتصرف وهبلغ سعادتك باللي بيحصل اول باول. ألف سلامة يا باشا، في أمان الله.
بأمان الله يا باشا. انت مستغربة ليه يا نهال؟ المفروض انك مستنياني. لو جايتش ملوش لازمة خالص. انا مكسورة قدامك اهو. مفيش حاجة في الدنيا ممكن تأذيني اكتر من اللي حصل. دي جابني من شوية. واللي بعتها لي كاتب جواب فيه تهديد وبيقول ان فريدة بنتي. حقيقي الكلام ده يا نهار؟ فريدة بنتي؟ ردي عليا يا نهار، فريدة بنتي ولا مش بنتي؟ فريدة بنتك اللي بقالي سنين بحاول احميها من الغلطة اللي عملتها يوم ما اتجوزتك. سنين وانا بحاول احميها من ان يبقى عندها اب واطي زيك. رغم كل اللي عملته كل السنين دي معرفتش انضفها من اسمك، معرفتش انضفها من بلاويك. عايز مننا ايه؟ حرام عليك، حرام عليك. بنتي ازاي؟ انا ما بخلفش. انا ما بخلفش يا نهال. خلفش. يا ريتك ما كنت بتخلف. دي بنتك، دي الحقيقة الوحيدة اللي معرفتش أخلص منها طول السنين دي. طول عمري عايش محروم الخلف. يوم اكتشف ان انا عندي بنت تتاخد مني وبسبب عيل بيهددني. مين هو؟ مين مين يا أمجد بيهددك؟ وبيهددك ليه؟ عملت ايه عشان بنتي تتخطف؟ عملت ايه عشان بنتي تتخطف؟ قولي يا أمجد، قول. حرام عليك، ابوس ايدك. بنتي ازاي بس تهجريني؟ بنتك عشان لما طلقتني انا كنت حامل، سافرت دبي عشان اشتغل وكنت عايز انزل البيت. سألت على دكتور نساء شاطر وقالوا لي على يوسف. رحت له كنت عايز اعمل له عمليه، ما رضيش يعملها لي، فوقني من الجريمه اللي انا كنت عاملها. انت عملتي ده يا هانم؟ جريمه اكبر. كتبتي بنتي باسم راجل تاني. عايز نعمل ايه؟ يوسف طلع راجل، حبني واتجوزني.
وحماني وسطر عليا وسجل بنتي على اسمي. بتحبوا تجاملوا بعض على حسابي؟ ها ها، وانا محروم من بنتي الوحيده. اعمل ايه؟ اجيلك احب على ايدك وابوسها، اوطي على الارض وابوس ايدك واقول لك علشان خاطري خلينا نفتح صفحه جديده يا امجد، علشان خاطري خلينا لا ما يصحش ما يصحش طبعا. الفرصه الوحيده اللي جات لك انك تنتقمي مني جات لك لحد عندك. يعني هل انا لفيت الدنيا كلها؟ الدنيا كلها لفتها، وكل الدكاترة قالوا لي ان انا ما بخلفش. انا ما بخلفش يا نيال، ما بخلفش. انت متأكدة انها بنتي؟ يا ريتها مكان بنتك. انا هفهم اللي بيحصل وهتصرف بطريقة. هتعمل ايه؟ مالكيش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة يا امجد؟ انا ماليش غيرها، وحياة ربنا ماليش غيرها. انا مش هسمح لمخلوق يأذي فريدة، بس مش عشانك يا نيهان، مش عشانك، عشان امجد الشامي محدش يقرب من حاجة تخصه، فاهمة؟ بس عشان تبقي فاهمة، اللي انت عملتيه ده حسابه عسير، بس مش وقته. اعمل اللي انت عايزه، بس رجع يا امجد. لو حد اتصل بيكي بخصوص فريده كلميني. رجع عشان خاطري، رجع 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 عيني. عارف الدكتور نبيل اللي بنروح له اول ما نام؟ ايوه يا باشا. عاوزه تحت امرك يا باشا، ساعه زمن يكون بنيدك. رديت ليه يا مدام نهال؟ هو امجد ليه ما قالكيش ان فريده عندي ولا ايه؟ عندك؟ عندك ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ده انا اكتر حد في الدنيا واقف جنبك. ناحيه عملتي فانت عملتي. فضحتيني انا ومراتي وامي وخليتي سيرتنا على كل لسان من غير ما تتاكدي من اللي حصل. اذا كنت اذيتك انا اسف. وحياة ربنا أسفة، بس فريدة ملهاش ذنب. فريدة مش عندي بسبب اللي بيني وبينك. فريدة عندي بسبب اللي بيني وبين أبوها أمجد الشامي. أمجد الشامي. اقعدي اقعدي وأنا أحكي لك الحكاية كلها. بس بقى يا دكتور الخبر، انت انا لحد دلوقتي واخدك على الهادي، مقدر انك معرفة قديمة، بس لو ما نطقتش وفهمتني اللي بيحصل انا هخليك تتمنى الموت، فاهم؟ انا هقولك على كل حاجة، بس ارحمني. ازاي التحليل بتاعتي بتقول اني ما بخلفش وانا عندي بنت؟ مدام سوا مالها سوا؟ هي اللي ما بتخلفش. يعني بعد انتوا ما اتجوزتوا انتوا جيتوا لي العيادة عشان تطمنوا، وانا عملت كشوفات وتحاليل واكتشفت ان مدام سهى عقيمة. وانا انت كنت وقتها كنت سليم،
وبعدين؟ بحكم الصداقة اللي بيني وبين مدام سهى وبابا الله يرحمه، أنا قلت لها هي الأول، وبعدين هم قول لي يا دي وترجوني إن أشوف لهم حل يخليك أنت كمان ما تخلفش. حل إزاي يعني؟ في أدوية لما تتاخد فترة طويلة بتعمل عقم عند الرجال. وانت طبعا وافقتهم وجبت لهم الأدوية دي صح؟ أيوه، أنا جبت لها الدواء وهي كانت بتحطه لك في الأكل كل يوم. ولما هي بتحطه في الزفت أنا خلفت إزاي؟ أنا قلت لحضرتك الدواء ده بياخد وقت على ما مفعوله اشتغل. أكيد مفعوله ما كانش اكتمل لما حضرتك حصل الحمل اللي حضرتك بتقول عليه. عارف لو الكلام اللي بتقوله ده مش صحيح أنا هعمل فيك إيه؟ والله العظيم والله العظيم هو ده اللي حصل، والله العظيم هو ده اللي حصل. أرجوك أرجوك حبي حبي. انت فين يا بيبي؟ طيب انا هبعت لك السواق حالا عشان عايزك ضروري. لا 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 لا، لما تيجي هتعرفي. باي باي يا بيبي. أمجد عمل كل ده؟ مش مصدقاني ولا مصدومة فيه؟ لا ده ولا ده. أنا أكتر واحدة في الدنيا عارفة أمجد ممكن يأذي إزاي. عشان كان جوزك زمان؟ تعرفت الحكاية دي إزاي؟ تنسى أني كنت بشتغل في مكتب مهدي عصفور المحامي. مهدي هو اللي قالك؟ مش بالظبط. بعد ما اشتغلت مع مهدي بشوية كده وبقيت دراعه اليمين، كنا في يوم في المحكمة وكان عندنا قضية مهمة. ايه ده يا نادر؟ انتوا حقيقتوا خلصتوا محكمة وجيتوا هم فين الأستاذ؟ خلصنا ايه بس؟ الأستاذ نسي ورقة مهمة جدا في الخزنة وبعتنا جبها. طب أقول لك ايه؟ أنا قاعدة في المكتب لوحدي بتقعد شوية. والله أنت رايقة يا هويدا، بقول لك لازم آخد ورقة بسرعة وأطير. مستغربة ان مهدي لسه محتفظ بعد الجواز. هو فعلا كان مسؤول عن جوازي من امجد من الناحية القانونية، لكن لما حصلت المشكلة انا روحت له وقلت له انا عايز العقد. قال لي ما عنديش نسخة وبعني ساعتها لامجد. اكيد كانوا متفقين مع بعض من الاول، لان لما سألته حكى لي قصة تانية خالص. هي فعلا؟ ايوه يا سيدي هي نهال مفيد، بس ده زمان قبل ما تبقى مذيعة ومشهورة. حتى امجد يعني ما كانش لسه رجل اعمال كبير كده. هما لسه متجوزين بعض؟ لا، حكايه خلصت من زمان. لما هي خلصت ليه حضرتك محتفظ بصوره العقد لغايه دلوقتي؟ شوف يا نادر، اي ورقه تجيني من اي حد بعمل نسخه منها واحتفظ بيها لوقت عوزها. وقت عوزها ازاي يعني؟ الدنيا قلابه، محدش عارف بكره مخبي ايه، وياما ورق زي ده طلع لي من بلاوي، ياما ورق تاني كسبني فلوس وقضايا. شوف يا نادر، مفيش ورقة بتخسر. وطلع كلامه صح، والورقة دي نفعتني لما جيت انتقم من أمجد. ازاي؟ لما اكتشفت ان أمجد ورا كل اللي بيحصل ده، بديت ادور له على نقطة ضعف بس ما لقيتش. حتى مراته حسيت انها مش هتوجعه مهما عملت فيها، وساعتها افتكرت حكايتك معاه. وانت فاكر ان انا هبقى نقطة ضعف امجد؟ اللي زي امجد ما عندوش نقطة ضعف. مش حقيقي، امجد فعلا ضعيف ناحيتك، لكن اكيد هيبقى اضعف ناحية بنته الوحيدة اللي عاش طول عمره محروم منها وما عارفش عنها حاجة، وعاش فاكر انه محروم من خلفة. انا ده اللي هيجنني،
مفيش حد في الدنيا يعرف انها بنته غير انا ويوسف الله يرحمه. انت عرفت ازاي؟ من التواريخ. تواريخ؟ لما ابتديت اجمع عنك معلومات وادور وراكي، من المعلومات دي تاريخ جوازك من يوسف الله يرحمه وتاريخ ميلاد فريدة، لقيتهم مش هجمين على بعض، لاني خلفت فريدة بعد جوازك من يوسف بخمس شهور بس. ده حقيقي، وده معناه ان فريدة مش بنت يوسف. بس فريدة ملهاش ذنب باللي عمله أمجد. ولا حنين كان ليها ذنب، دي بنتي الوحيدة. وحنين كانت شايلة ابني او بنتي، وأمجد ما رحمهاش ولا رحم اللي بطنها. أبوس رجلك، أبوس رجلك، اعمل اللي انت عايزه في ليانا، بس هي ملهاش ذنب. خلص حقك مني، هي ملهاش ذنب. ما ينفعش، مفيش حاجة هتوجع أمجد قد بنته. وعشان خاطر يا مدام نهال، ما تصعبيش الموقف عليا وعليك باللي بتعمليه ده. حرام عليك، حرام عليك، دي بنت صغيرة ملهاش ذنب، حرام عليك. في ايدك تخرجيها من كل ده. اعمل ايه؟ انا محتاجك تكوني وصلت. وصلت ازاي؟ عملت كده عشان بحبك. حب ايه يا واطيه؟ تحرميني من الخلفه وتقولي لي بحبك؟ انا كنت خايفه تسيبني وتعرف واحده تانية. ما تشتغليني انت وابوكي والحيوان اللي مرمي بره ده. انا كنت ضامنه انك انت عرفت الحقيقه مش هتسيبني، ما كنتش عملت كده طول السنين دي. طول السنين دي بتسجيني انك مكمله معايا رغم ان انا ما بخلفش وانا زي الحمار. صدقت انك مضحيه عشاني. نفسي اعمل نفسي مع البنت، قعدت تهبلي زي ما بحبك. عارفه لو بنتي حصل لها حاجه هعذبك عذاب ولا نار جهنم. خلاص ما عادش في حد تفرق معايا، أنا خسرت كل حاجة. بعد ما تجربي اللي هعمله فيكي هتغيري رأيك. قلت ايه يا مدام؟ اتفقنا. خبي فريدة فين؟ رجع لي مراتي اللي قتلتوها وفضحتوها وانا رجع لك بنتك. اوه مراتي مراتي. يا اخي فلقتنا من مراتك دي. ما اعرف مراتك منين عشان اقتلها. بعدين هي اللي وقفت في طريقي وكانت عايزه تاذيني، هي والواد الصايع اللي معاها ده. مع اني نظفته وخليته بني ادم. تقوم تقتلهم؟ هم اللي جانوا على نفسيهم. وبعدين يا اخي اللي فات مات. احنا اولاد النهارده، واذا كان على موت مراتك انا عندي استعداد اعوضك. انا عوضت نفسي لما حرمتك من بنتك. بنتي مش هترجع لك مراتك. انت بقى اللي هترجعها لي؟ كان نفسي. اه والله كان نفسي. بس احنا عامل ايه؟ بس انا عندي استعداد اديك الديه المناسبه. عيش ملك. ايه رايك؟ مليون دولار. خليهم لك، اعتبرهم تعويض عن بنتك. ايه
بص يا ابني، اصلا انا ما بخلفش، وفريده دي بنتي الوحيده، يعني ما عنديش فرصه تانية اخلف غيرها بسبب اللي عملوه فيا الاتنين دول. شفت بقى؟ ده جزاؤه عشان حرموني من فريدة كل السنين دي. تخيل بقى هعمل فيك انت ايه عشان عايز تحرمني منها بقيت عمري. حتى لو قتلتني برضو مش هتلاقي بنتك. مين قالك ان انا هقتلك دلوقتي؟ انا هخليك تتمنى الموت وهتتكلم بنفسك، وبعد كده هقتلك بايديا زي ما عملت مع الكلاب دول وزي ما قتلت اشرف وحنين. لا لا لا، انا النهارده اول مره اقتل بايديا، لان اللي عملته انت والكلاب دول ما ينفعش الاثنين اللي ورايا دول يخلصوك العاده. كل واحد يثبت مكانه. المستشفى على طول، وعايز عليه حراسه مشدده. عدل شوف لي دكتور هنا بسرعه. بعد اذنك يا باشا هات قدامي. تعالى نادر، انا نفذت كل اللي وعدتك بيه، فاضل تنفذ وعدك ليه؟ يعني انت عايز ان انا ابقى وسيط بينك وبين امجد؟ ده جزء من الحكايه. انا عايزك تبقي وسيط بيني وبين اللواء عادل هلال، وتحكي له على كل اللي قلته، وهديكي كمان كل الادله اللي وصلت لها. وبعدين احط ايدينا في ايدين بعض كلنا، انا وانتي وهو، عشان نكشف امجد ونبين الحقيقه. مين قالك ان هو هيوافق؟ هجاوب على كل الاسئله اللي هو عايز يعرفها، وانتي هترجع لك فريده. قلت ايه؟ عندك حق يا مدام نهال، انت عملت اللي عليك، والباشا كمان عمل اللي عليه، ودلوقتي الدور عليا. انا ساعدتك توصل للي انت عايزه بالظبط يا نادر، وجبت موافقه النائب العام على تسجيل مقابلتك مع امجد. اظن انت كده حققت هدفك، برأت سمعه مراتك وكشفت الحقيقه، وجه الوقت اللي تدلنا فيه على المكان اللي فيه جثث الضحايا. وانا موافق يا عادل بيه، بس بشرط اهالي الضحايا يجوا مع سيادتك يستلموا. انت متأكد ان هو ده المكان يا نادر؟ ايوه يا عزيز. ماشي كملوا حفر.
في ايه؟ دي الهدوم اللي كانت لابساها يوم ما اتخطفت. ولا قسما بالله ادفنك هنا، احنا هنهرج. بص يا ابني، انت بالنسبه للناس والحكومه ارخص من الرصاصه اللي في ماسوره المسدس ده، يعني اضربك بالنار اقتلك ولا يهمني. يا عادل بينا، قلت لسيادتك قبل كده اني عارفك كويس، الكلام اللي بتقوله ده مش حقيقي. انت عمرك ما هتعمل كده لانك ضابط شريف مش قتال قتلة. لا يا روح امك، يوم ما تلعب بيا اضربك بالنار في قلبك اموتك، وبرضه هفضل ضابط شريف. وانا ما بلعبش بيك، بالعكس انا بنفذ اللي اتفقنا عليه. بطل راغي يلا وقول لي فين الجثث. فين بنتي؟ نزل مسدسك يا عادل بيه. انا كده وصلت اللي انا عاوزه خلاص، وان الاوان اديكوا اللي انتوا عاوزينه. بس لو هتتملعن قسما بالله يا نادر ما هرحمك. خلاص يا عادل بيه، الجيم خلص. اتفضل. على فين تاني؟ الباب اللي هناك ده وراء جابت كل الاسئله اللي في دماغك. قدامي يا نادر. خلاص يا استاذ شاكر. يعني انت بقى الاستاذ شاكر؟ يا راجل ده انت دوختنا عليك. كانش ممكن توصلوا له عادل بيه، لان انتوا دورتوا عليه بعد ما كنت انا وهو اتقابلنا. خلاص مش عارفك بقى ان انا كنت في اسكندريه عند احلام. استاذ الواحد فينا لما الدنيا بتضيق بيه بيدور على اللي بيحبه عشان يتسند عليه. عندك حق. بس تعرف بقى ان انت بمشاركتك نادر في اللي عمله ده وديت نفسك في داهيه. العمر ما عادش فيه بقيه يا عادل بيه، ونادر كان لازم يلاقي حد يقف جنبه. ما تردوا عليا، ما تفهموني، انتوا عملتوا كده فعلا؟ شيطان؟ واشمعنى الشيطان ده ما خلاش نادر يقتلنا بجد ويتقبل اللي انتوا عملتوه مع مراته؟ اوعى تفتكر انك ممكن تفلت باللي عملته ده حتى لو الضحايا عايشين. انت متهم بخطفهم واحتجازهم بالقوه. انا عن نفسي هسحب البلاغ اللي انا قدمته عن اختفاء فريده. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا مدام نهال؟ وانا كمان جيت هنا بارادتي عادي. ايوه ماما، وانا كمان جيت هنا بارادتي. ممكن نادر كان طيب معانا قوي. بص، احنا نخلص الطبق ده كله ونفتح بقى الهديه الجديده الجميله اللي ماما جايباها. ايه رايك؟ نادر انا اسفه تاني ومتشكره على كل حاجه انت عملتها مع فريده
واوعدك انا هعمل حلقه مخصوص في البرنامج عشان اتكلم عن براءه حنين وبراءتك وعن كل الظلم اللي تعرضوا له هي واشرف وانت كمان، واتمنى ان ده يكفر عن جزء من غلطتي معاكم. يلا يا حبيبي باشا، هنعمل ايه دلوقتي مع الضحايا واهاليهم؟ الضحايا هتاخدهم على المديريه علشان تاخد اقوالهم في محضر رسمي، واهالي الضحايا هتاخدهم برضو على المديريه تخليهم في الحجز لغايه ما يتحولوا على النيابه. طيب بالنسبه لنادر وشاكر يا باشا؟ خد شاكر كمان معاك. انتوا مش لميتوا كل الادله اللي هنا في المكان؟ حصل يا باشا. طيب اتفضل يا ايمن نفذ اللي قلنا عليه. بس يا باشا انا مش عايز اسيب سعادتك لوحدك. ليه يا ايمن؟ لحسن نادر يفكر يهرب ولا حاجة؟ ما ظنش، هو خلاص حقق كل اللي كان عايزه، وما ظنش أبدا إن شطانه يوزه ويهرب في حالة زي دي. وحتى لو وزه أنا هعرف أتصرف معاه، ما أنت عارف. يلا يا حبيبي اتفضل. على إذنك يا باشا. فاكر يا عادل بيه لما قلت لك لما توصل للحقيقه ساعتها بس هنقعد نتكلم؟ طبعا طبعا فاكر. الانتقام ان تعض الكلب لان الكلب عضك. انت اللي كاتب الجملة دي يا نادر؟ دي حكمة قريتها زمان وانا عيل صغير. حكمة جميلة. افتكر سعادتك انا ما فكرتش اقتل الستات دول؟ بالعكس، انا ياما فكرت اموتهم مشفي غديل. يا ترى الحكمة دي هي اللي منعتك؟ الحكمة دي كانت بتفكرني وبس. فكرت بايه؟ فكرني ان لو بقيت مجرم زيهم هخسر اهم حاجة في حياتي، حب حنين. حب حنين؟ حنين حبت نادر الطيب الشهم الجدع. مشكلتي كانت ازاي اجيب لها حقها من غير ما اخسر الصورة اللي هي حبتني عشانها. وازاي بس يا مدام عزة ما تقوليش ان عندك سكر ولازم تاخدي انسولين في مواعيد معينة؟ خايفة. أنا لسه خايفة إنك تقتلني. ده أنا أغلب من الغلب. وبعدين هو أنا لو كنت ناوي أقتلكم كنت سبتكم لغاية دلوقتي. عموما ما تقلقيش، أنا جبت لك حقن وسبتها في التلاجة، وإن شاء الله قبل ما تخلص هكون جبت لك غيرها. وبعدين أنا مش عايزك تخافي، أنت معاكي هنا دكتورة قد الدنيا، يعني لو احتجتي أي حاجة تقولي لها على طول. ولا يا دكتور عبير؟ كنتش عايز ابقى مجرم زيهم. بس للاسف يا نادر اللي انت عملته ده في نظر القانون جريمه. انا حاولت افضل بني ادم على قد ما قدرت. الستات دول كانوا عايشين هنا اكرم عيشه ممكن اوفرها لهم في مكان زي ده. واوعى سيادتك تكون فاكر ان ما كانش عندي احساس بالذنب عشان عملت فيهم كده. بس للأسف ما كانش عندي حل تاني عشان أكبركم تدوروا على الحقيقة وتوصلوا لها.
أنا عارف إنه صعب عليك تصدقي الكلام اللي حكيته لك. صدقيني يا رشا، باباكي ومامتك مجرمين. أنت اللي مجرم وجبتني رميتني في المزبلة دي علشان خاطر شوية أوهام في دماغك. أنا مقدر موقفك، بس والله العظيم اللي قلتهولك ده حصل وعندي عليه بدل الدليل 10. طب وما دام أنت عندك أدلة ليه ما بلغتش البوليس؟ هيحصل بس في الوقت المناسب، وساعتها هتروحي بيتك معززة مكرمة. أنا عارف إن مالكي الذنب في كل اللي بيحصل ده، بس والله يا حبيبتي غصب عني مفيش قدامي حد تاني. عموما المكان هنا هتلاقي فيه كل اللي انت عايزاه، والأستاذ شاكر موجود هيجيب لك أي حاجة انت تطلبيها منه. ومعلش أنا آسف يعني، هقفل عليك الباب بس عشان ما تهربش. لا محترم قوي بصراحة. التلاجة هنا فيها مية وعصير وأكل، وأنا اشتريت لك شوية هدوم كده عشان ما ينفعش تضلي عادة باللبس ده فترة طويلة. جبت لك مقاسك كده يعني بالتقريب، يا رب يعجبك. عشان خاطري ما تخافيش. طب انت ليه يا اخي ما جيتليش مكتبي وقلتلي على الكلام اللي في كراسة مراتك؟ يا عادل ليه؟ انا ومراتي ناس غلابة، والغلبان في البلد دي محدش بيصدقه. كان لازم ابقى سفاح عشان تسمعوني وتصدقوني. مش شرط، مش شرط. طب والصور اللي كنت بتبعتها دي كان لازمتها ايه بالنسبة لك؟ انت عاوز اعذبهم ولو بالكذب؟ كان نفسي يجربه ولو لفترة قليلة القهر والمرارة اللي هفضل عايش فيها بقية عمري. اتفضل يا ست، رنجة وبصل وليمون زي ما طلبت، ولو ان ده مش اكل مخطوفين خالص. نادر انا خايفة اللي انت بتعمله ده هيضيعك. انا ضيعت يوم راحت مراتي مني، ما بقتش فارقة. ما تقولش كده، انت لسه شاب ومستقبل قدامك، وان كان يعني على ظلموك سيبهم منهم لله، ربنا يجيب لك حقك، وما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره ان شاء الله. سمعت مراتي ترضي ان حد يقول عليك كده؟ والله يا نادر انا ما بحمل اخويا ولا حاجه، بس انا خايفه عليك بجد. ربنا يسهل، محدش بياخد اكتر من نصيب. عارف سعادتك ايه اكتر حاجه اهلاني؟ الفرحه اللي شفتها في عينين كل واحد فيهم لما شاف بنته او اخته او مراته عايشه. عمري ما هجربها ولا احسها عشان حنين خلاص ماتت ورجعت تاني. الله يرحمه. طب والمكياج ده كنت انت اللي بتعمله بنفسك ولا كان في حد بيساعدك؟ بس متهيألي بقى ايه، زود الدم شويه على الارض علشان القتيل عاده يعني بينزف دم اكتر الارض كده. اه عندك حق. عزيزه خلص بسرعه قبل البنت ما تفوق. شوف شكلها وهي عامله كده، دي بنت صغيره شويه هنا كده. حاضر، مش هتستحمل تشوف نفسها في المنظر ده. احنا خلصنا تقريبا اهو. الاستاذ شاكر تراخر في وضع قانوني محرج قوي، بس عشان صاحبك احنا هنحاول نساعده على قد ما نقدر. انا مقدر الموقف اللي سيادتك فيه. بالعكس يا نادر، انا صحيح شغلي في القضيه دي من الاول لغايه دلوقتي طلع جاري ورا سراب ملوش وجود زي ما انت بتقول، بس انا فرحان بالسراب ده قوي. عارف ليه؟
لأن في 5 ضحايا كنا فاكرينهم ماتوا وطلعوا عايشين، وهو ده المهم. وبعدين يا نادر، أنا قادر أفهم كويس الإحساس اللي أنت كنت حاسه. أصل أنا كمان حسيت بإحساس زيه في موقف كده مع بنتي. يلا قوم بينا نروح النذرية، وهناك هنحاول نلاقي حل قانوني لقضيتك المعقربة دي. على فكرة قضيتك دي آخر قضية ليا في الخدمة، وأنا يا سيدي هكتب المحضر بنفسي. نادر، مبروك عليك براءة مراتك ورد